يتألق ويتجمل أحبائي الكرام واحد ضد واحد، ولعب الكرة أرضية وتفوت. يلا يا راجل هات جول. جميل 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 جميل. ابداع حازم إمام إمبراطور الكرة المصرية. تستقبل كرتك، تستقبل كرتك شباك. شكر الوار يا حازم إمام. عظمة عظمة عظمة. في الدقيقة 22 أحبائي الكرام يتألق ويتجمل إمبراطور الكرة المصرية. والله كلامي عليه مش من فراغ، إنه يلعب وكأنه يغني. يا سلام يا حازم يا إمام عظيم، يا سلام. ويحط الفراعنة في المقدمة. حازم إمام بلمسة سحرية من لمساته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بمشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، وحلقه جديده من الملاعب. اليوم ده يمكن كان اخر مباراه لتونس ومصر، مباراه رسميه، وكان فيها فوز الحمد لله بهدف للا شيء. بشكر زميلي ياسر عاصم طبعا عملها من غير ما يقول لي، لكن طبعا ان شاء الله تبقى بشرة خير علينا باذن الله النهارده، ونعوض ونكمل الانتصارات اللي احنا دايما متوقعينها من منتخبنا القومي. دي يمكن كان في 2002 مالي 2002، وكان مباراه طبعا مهمه للصعود لدور الثمانيه. ويمكن كنا المباراه الاولى كانت مصر والسنغال، كنا خسرنا في المباراه الاولى اعتقد، وده كان ماتش مصيري بالنسبه لمنتخب مصر. سبحان الله كان السنغال فعلا في الماتش الاولاني خسرناه 2-1، وجينا كسبنا تونس 1-0. بشرة خير ان شاء الله خسرنا من السنغال، ونكسب ان شاء الله تونس باذن الله ان شاء الله باللاعبين المهمين اللي احنا هنتكلم طبعا عنهم طوال هذه الحلقه. هنتكلم عن مباراه مصر وتونس كمان 3 ساعات ان شاء الله، 3 ساعات الا ربع هيكون بدايه صفيره الانطلاق مباراه مصر وتونس، وبدايه ان شاء الله اول مباراه على الملاعب المصريه بحضور جماهيري 15,000 متفرج ان شاء الله باذن الله. نتمنى الخير لمنتخب مصر. شفنا امبارح المؤتمر الصحفي للكابتن شوقي غريب، راجل بيتكلم في حاجات كتيره جدا، يعني كان بيتكلم على الروح الموجوده في اللعيبه، ان خيارهم ما بين هم مين عايز يمشي، اللي طالعين بره السكور واللي عايزين نقولهم من دلوقتي والناس تمشي، قال لك لا كله قاعد. ده يعني بيبين على ان الناس كلها مترابطه، وكلهم مش فارقه بين مين هيلعب اساسي ومين هيلعب احتياطي. الروح الموجوده جوه الفرقه، كله عايز يلعب كويس، كله عايز يعوض الخساره والاداء المخيب اللي كان موجود في ماتش السنغال. بدايه جيل جديد، يعني في حاجات كتير قوي النهارده. ماتش النهارده وفوز النهارده هيخلي في جيل لسه بيطلع يبتدي ياخد شكله وياخد النقد الموضوعي بالنسبه له، ما يبقاش النقد سلبي بس، لان وانت طالع جيل جديد ده بيبقى محتاج الناس كلها تقف جنبه، محتاج ان يكون النتائج تساعده على الناس تقف جنبه، لان النتائج هي العامل الحاسم في النقد في البناء في اي حاجه، هو النتائج. وبالتالي الجيل ده محتاج انه يؤدي نتائج، لان عدم وجود نتائج جيده هيبتدي ضياع جيل، هيبقى بتبتدي بقى الناس دي مش متعوده على مكسب، هيبتدي الكلام السلبي كتير. فاحنا ان شاء الله باذن الله ما يبقاش كلام سلبي، باذن الله يبقى كلام ايجابي. نثق في الكابتن شاوي وجهازه الفني بشكل كبير جدا. نثق النهارده ان شاء الله ان الاداء هيختلف 180 درجه عن ماتش السنغال. ماتش السنغال فيه اخطاء كتيره، واعتقد هو قال امبارح كابتن شوقي هيبقى فيه تغييرات كتيره النهارده في التشكيل، حتى لو مش في الاسامي ولكن في البوزيشنز وفي المواقع اللاعبين. يعني ممكن فتحي النهارده تلاقوه في مكان تاني، ممكن هيبقى ديفندر على فكره، يقال ان هو هيكون ديفندر في نص الملعب، وعبد الشافي هو اللي هيلعب ناحيه الشمال، وحازم امام ناحيه اليمين. يقال ان حسني عبد ربه هيبتدي الماتش النهارده من بدايه الماتش، من يعني في نص الملعب. حجازي هيكون بديل لشوقي السعيد، هيلعب بعمر جمال من اول ماتش ومش خالد قمر. يعني في تغييرات كتير. يمكن الحاجه برضو اللي لسه مش باينه قوي، حمودي هيبتدي الماتش ولا ممكن يلعب بالنني وفتحي وحسني، دي برضو من الحاجات اللي مش باينه لغايه دلوقتي. لكن في ناس، يعني شكل اداء المنتخب هيختلف اكيد بشكل قوي، نظرا لاختلاف الخصم واختلاف المقومات حاليا واختلاف الطموح اللي انت عايزه. انت كنت طبيعي انك تكسب تونس، ده يبقى طلبك ويبقى طموحك، ولكن في ظل خسارتك من السنغال فالطموح يتضاعف والامال تتضاعف انك لازم ولا بديل عن الفوز عن تونس. هنتكلم يعني في حاجات كتير جدا النهارده، طبعا كل ما يخص كده الماتش هيبقى معنا لايف من هناك ان شاء الله من الدفاع الجوي. احنا هنخلص 7:30 حلقتنا، هيبقى لغايه 7:30 هنجيب كل ما هو في استاد الدفاع الجوي من لقاءات، من نشوف الملعب عامل ازاي، ابتدى دخول الجماهير. احنا مفتقدين هذا الاحساس من زمان، يكون في جماهير موجوده في الملعب، الناس راح تشجع منتخب مصر، الحاجات اللي هي بتاعت زمان. يمكن انا حضرت ماتش مصر وغانا اللي كان موجود في مصر، وكان ملعب مليان، وكان على الرغم من النتيجه كانت 6 في ماتش الذهاب، ولكن كان ماتش العوده مصر عملتها بشكل جيد جدا، والناس كانت مبسوطه بالاداء، وكان احساس ان انت قاعد في مدرج في جماهير، ده كان احساس مفقود منذ زمن طويل. يعني خلينا الاول زي ما عودناكم نشوف عناوين اخبارنا فيها ايه النهارده.
تغييرات في تشكيل الفراعنة. موقعة تونس تجمع مرتضى وطاهر. الدفاع الجوي يرفض السوبر. كابتن عبد الظاهر السقا معانا في الملاعب اليوم إن شاء الله. الماتشات دي طبعا تبقى ماتشات مهمة جدا، ماتشات قوية جدا. يمكن يعني زميلنا ياسر عاصم لعب ماتش بتاعنا بتاع تونس 2002، لأن زي ما قلت لكم في الحلقة امبارح الماتشات دي بتفضل في الذاكرة. الناس فاكر لغاية دلوقتي جون كابتن الخطيب في تونس اللي هو بالكعب، طبعا كان جون عالمي يعني، بس قصدي ماتشات بالذات شمال افريقيا دي بتفضل في الذاكرة طول عمرنا. اي واحد بيحب الكرة في مصر يفتكر. يعني انا امبارح كنت قاعد في ندوة مع زمايلنا في احد يعني المواقع والجرايد وكده، والله انا ما كنتش فاكر. قالوا لي انت اخر يعني الماتش بتاع 2002 ده هو اخر ماتش مصر كسبت فيه تونس. طبعا ده الجون العالمي بتاع الكابتن الخطيب، احساس بالكره غير طبيعي، بالكعب رجله بقى قصده، اكيد هو قصده طبعا قصدها مشيت ما مشيتش، ولكن ان هو يجيله الفكر انه يعملها بالشكل ده وتوصل بالشكل ده وحطها في بطن رجله، طبعا واحد من اساطير الكره المصريه، وجون صعب ان نشوفه تاني في الكره العالميه. على فكره الجون ده لو معمول في تشامبيونز ليج اتعمل او في كاس العالم كان خدوه احسن جون اكيد على مستوى اي بطوله بيخش فيها. يعني زي ما بقول لكم الماتشات دي ماتشات في التاريخ. يمكن زي ما قلت لكم انا ما كنتش اعرف ان ماتش 2002 ده اخر ماتش مصر كسبت فيه تونس. يمكن لعبنا تونس بعد كده ودي ما لعبناش رسمي وخسرنا، فده يمكن اول مباراه رسميه اعتقد بيننا وبين تونس منذ 2002. اخر مباراه كانت 2002 كسبنا مع كابتن جوهر الله يرحمه، وحتى ان شاء الله ضيفنا عبد الظاهر موجود كان في هذه المباراه، اكيد هيتكلم احساس ماتش تونس بيبقى عامل ازاي مع المغرب. مع الماتشات دي ليها احساس وليها دماغ مختلف وانت بتلعب الماتش، بتبقى الفريق المنافس بتاعك فرقه بتفهم كرة ازاي، بتعرف تقف ازاي. الفرقه دي طبعا كانت فرقه تونس فرقه عمالقه يعني، خالد بدره كان موجود طبعا اللاعب المهم جدا الطرابلسي، ادي خالد بدره طبعا الطرابلسي باك يمين كان بيلعب في اياكس ساعتها وكان زميل ميدو، زبير بيا، انا مش فاكر اسامي كتير لكن السليمي، يعني طبعا يعني كان جيل صعب وجيل قوي جدا وجيل كان محطوط عليه امال كبيره انه يعمل فيها بطوله مهمه، ان كان يمكن البطوله اللي بعديها 2004 طلع خد البطوله، بطوله 2004 اللي كانت موجوده في تونس هو المنتخب التونسي اللي احرز البطوله بعديها. فبقول لكم ماتش تونس النهارده عايز لعيبه تفكر كويس، لعيبه تستحمل الضغط اللي الفرقه التونسيه بتعرف تعمله عليك. احنا دلوقتي في الفتره الاخيره الانديه المصريه بقت بتكسب تونس كتير، فرق تونس بقت تكسبنا، يعني احنا بدنا نكسب الفرق التونسيه بشكل كبير وبشكل مستمر، ابرزهم طبعا النادي الاهلي. فبقى الموضوع ما بقاش زي زمان، ما بقاش زي التسعينات والثمانينات ان كان الـ يعني شمال افريقيا راكبنا شويه في الحظ او في الاداء او ان هم بيعرفوا يستغلوا الوقت كويس يلعبوك ازاي، ابتدينا احنا كمان نعرف نعمل الموضوع ده. ان شاء الله اعتقد النهارده باذن الله هيكون عندنا يعني امل كبير ان احنا نعمل ماتش كويس. ناس كتير جدا بتتكلم على تغييرات في التشكيل والكلام ده كله، هنتكلم طبعا على التشكيل ورؤيتنا في التشكيل، ولكن ناس كتيره ابتدت تقول ملامح تشكيل النهارده. زي ما قلت لكم يمكن يكون فتحي، اكيد فتحي هيكون موجود، فتحي موجود نمبر 1 مع كابتن شوقي، ولكن في اماكن مختلفه. ممكن النهارده يكون نص ملعب جنب حازم امام، يلعب حازم ناحيه اليمين و طيب دي برضو يعني بنشكر زمايلنا في الاعداد طبعا محمد دمرداش وكل الزمايل وياسر عاصم. ملاوي بتلعب دلوقتي المجموعه الثانيه، انتهت المباراه قدامنا، ملاوي بتكسب اثيوبيا 3-2، اثيوبيا كده بتخسر المباراه الثانيه على التوالي. ملاوي بقت 3 نقاط، كانت خسرت المباراه الاولى من مالي 2-0. طبعا في مباراه مهمه جدا ما بين مالي والجزائر، ماتش صعب جدا على قمه المجموعه. في ماتش طيب صلاح الدين على فكره لاعب اثيوبيا ولاعب النادي الاهلي جاب جون النهارده. كاميرون وكوت ديفوار ماتش من العيار الثقيل 2-1 لمنتخب الكاميرون والمجموعه الرابعه ده حتى الان. عايز اقول لكم ماتشات المجموعه دي، الماتش الاول كونغو خسر من الكاميرون 2-0، وساحل العاج كسبت سيراليون، يعني الاثنين كان اول وثاني بيلعبوا بعض. حتى الان الكاميرون اول مجموعه بست نقاط وساحل العاج 3 نقاط، خسرنا ساحل العاج. شفنا اداء في كاس العالم، اداء كان احسن بكتير من الكاميرون، كاميرون سيئه للغايه كان في كاس العالم، ولكن ما اعرفش الكاميرون تيجي في ماتشات افريقيا وبطولات افريقيا بتعرف تهندل نفسها كويس. يمكن دي ابرز الماتشات اللي حاليا بتدار او النهارده
موجوده زي ما قلت لكم في مالي وبرده الجزائر. ماتش مهم جدا 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 في الجزائر المباراه، وهيبقى ماتش صعب. ولكن فرقه الجزائر من الفرق دلوقتي المصنفه رقم واحد في بطوله افريقيا، يعني مصنفه انها تاخد البطوله، حتى يمكن من احسن الاجيال اللي جت للمنتخب الجزائري على المستوى القاري والافريقي والمحلي. يعني دايما نتكلم على الجزائر 82، ولكن الجزائر 2014 ادت احسن بكتير من 82، مع طبعا يعني اعتذرنا للعظماء جيل 82 كمادجر وبلومي والناس دي، ولكن الجيل الجديد ده كله عمل انجاز بجميع المقاييس في 2014. زي ما بقول لكم النهارده شيف اكرامي موجود، حجازي يقال هبتدي المباراه بشكل كبير جدا، حجازي اوكا غزال حازم امام يمين عبد الشافي شمال. يعني بقول لكم كده ملامح التشكيل، ان فتحي وحسني يقال بقى ممكن يلعب بالنني كمان وصلاح وعمرو جمال، او حمودي وصلاح وعمرو جمال. ده اللي يعني بنحاول، كابتن تشاوي طبعا مقفل على الدنيا جدا، بيقول التشكيل قبل الماتش قبل المحاضره او في المحاضره فقط، ويروح على الماتش على طول، ما بيديش اي هنت ان مين هيلعب ومين مش هيلعب. فده بقول لكم اللي احنا استشفيناه شويه من اللي حصل امبارح في التمرين ومن كلام يعني ان هيلعب بالشكل ده النهارده. ولكن طبعا الاطراف حازم هيبتدي هيهاجم طبعا من قدام، عبد الشافي هيهاجم من قدام، النني لو لعب في ثالث نص ملعب هيبقى ليه ان هو يعدي في نص الملعب لقدام كمان ويبقى مع صلاح، او حمود يلعب زي جنب صلاح. لكن برضه في حاجه، شيكابالا بعيد عن الاجواء، ما اعرفش ليه اسم شيكابالا ما ترددش خالص، يعني واحد حتى يحس انه مش موجود في المنتخب لا الماتش الاول ولا الماتش الثاني. ناس تقول لك اصل هو مش يعني ما بيلعبش مباريات، صلاح ما بيلعبش مباريات، يعني صلاح لسه ما لعبش ولا مباراه، ولكن دايما اسمه موجود واسمه حاضر. مش هقارن صلاح بشيكابالا طبعا، ان بيلعب في تشيلسي ولعب السنه اللي فاتت ولعب ماتشات وديه، شيكابالا لعب ماتشات وديه السنه دي وبيلعب برده في سبورتنج لشبونه، نادي مش بيلعب في مركز شباب، يعني بيلعب في نادي كبير اسمه سبورتنج لشبونه. فبرضه ما اعرفش ليه اسمه مش الناس ما بتقولش كتير انه ممكن يكون متواجد، مع ان ماتش زي النهارده محتاج حد زي شيكابالا حتى لو نص ساعه. شيكابالا عنده من القدرات انه ممكن يحل لك مشاكل في بعض الاوقات، حتى لو ما ابتداش الماتش يبتدي بعد ربع ساعه بعد نص ساعه ممكن يبتدي ويطلع، من اللعيبه اللي عندها سرعات يشتغل فيها كويس. ده يعني من الكلام اللي احنا بنقراه من المواقع ومن الجرايد، ان انت هتلاعب النهارده عايز تلعب لعيبه هجوميه شويه، فمين عندك في الناحيه الهجوميه؟ عندك كوكا راس حربه، عندك عمرو جمال، خالد قمر يقال انه مش هيبتدي، هيلعب عمرو جمال بشكل اساسي النهارده، بيلعب راس حربه واحد كابتن شوقي دايما، مفيش حد تاني عندنا بيلعب الحته اللي قدام دي. يعني لما تيجوا تبصوا مفيش حد غير صلاح، حمودي، شيكابالا، ممكن صالح جمعه شويه، كهربا ممكن برضه، لكن متهيألي كهربا صعب ياخد ماتش زي ده، الله اعلم. يعني لما كنا بنتكلم على اللي فات ممكن شوقي غريب يعمل مفاجاه وينزل كهربا والولد يلعب كويس، الله اعلم. يعني لكن احنا دول ادواتنا الهجوميه، كهربا، صالح جمعه، شيكابالا، حمودي، صلاح، هم دول الخمسه اللي بيلعبوا في منطقه الثلاثه اللي تحت المهاجم. هيختار منهم مين بقى كابتن شوقي؟ اكيد صلاح نمبر 1 واي اثنين من الاربعه الباقيين. مباراه مصر وتونس تجمع بين طاهر ومرتضى، يعني طبعا المهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. ده النهارده تلقوا دعوه من رئيس اتحاد الكوره استاذ جمال علام بدعوه رسميه بحضور مباراه النهارده. يقال طبعا يعني تلطيف للاجواء، وانت عارفين ماتش السوبر يوم الحد الجاي، اللي يمكن عندي خبر بعدين الدفاع الجوي لغى او مش هيستضيف مباراه السوبر. لكن خليني اقول لكم ان يعني النهارده مجلس اداره الاتحاد بيدعو رئيس نادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك لمحاوله تلطيف الاجواء اللي كانت ساخنه المره اللي فاتت او الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، ورفع الاستاذ مرتضى دعوه قضائيه ضد النادي الاهلي، والبيان ان في بيان ما عجبوش بعض الكلام زي حركات صبيانيه والكلام اللي كتب في البيان، هو شايف الموضوع ده فيه سب وقصف، فبيحاولوا ان هم يقربوا وجهات النظر. هيكون موجود مهندس خالد عبد العزيز طبعا وزير الشباب والرياضه لحضور المباراه الهامه. ولكن عايز اقول لكم حاجه، ان انا يعني برضه اللي قريناه في بعض الحاجات ومن المقربين من النادي الاهلي، ان المهندس محمود طارق قال انه مش هيجي حتى ماتش السوبر، يمكن ما يحضرش ماتش السوبر نظرا لانه الموضوع يعني بينه وبين المستشار مرتضى موضوع بقى محتد جدا، وبالتالي ممكن ما يحضرش اساسا السوبر. فما بالك النهارده الماتش ممكن ما اعتقدش ان هو هيكون موجود هناك، نظرا للحاله اللي هو النادي الاهلي خدها خلاص من موضوع لجنه الانديه ونادي الزمالك، يعني مع المستشار مرتضى منصور. ده يمكن ماتش برضه دلوقتي شغال الكونغو والسودان، السودان كده برضه يبقى هارد لوك تقريبا 90% اوت اوف بطوله افريقيا الجايه، بيخسر تاني مباراه حتى الان على فكره، لان لسه الماتش شغال. اول ماتش خسرت السودان من جنوب افريقيا 3 في ملعب السودان، وادي دلوقتي خسرانه من الكونغو 1-0. ده ماتش السودان وجنوب افريقيا،
ويعني برضه ما اعرفش السودان، انا كنت متوقع انها تكون اقوى من كده واجمد من كده، بتلعب في ملعبها في وسط جمهورها، بقى عندهم امكانيات جيده عن زمان، ملعب حلو جدا، الجو صعب جدا، صعب حد يلعب في السودان في شهر 9 دي، جو حر جدا، لعبنا فيه مره كنا يعني بنموت من الحر، فانك انت ما تستغلش كل الاجواء دي وتخسر ثلاثه، فما بالك لما تروح تلعب بره ملعبك في اجواء طبيعيه بالنسبه للبلاد الثانيه هيكون عامله ازاي؟ اهداف اخطاء في كل حته طبعا. وبتستكمل النتيجه حتى الان بهزيمه السودان 1-0 من الكونغو. زي ما قلت لكم الدفاع الجوي بيرفض استضافه قمه السوبر. طيب خلينا برضو احنا كده بنتكلم بنقول المباريات كلها، الماتشات النهارده اللي شغاله، سيراليون بيكسب او بيخسر من الكونغو 2-0. خلينا اقول لكم هم في مجموعه مين، سيراليون والكونغو، مجموعه كوت ديفوار والكاميرون اللي بيلعبوا دلوقتي، والكاميرون كسبه 2-0 2 كسبه. طيب ده قدامنا ماتش سيراليون وكوت ديفوار، وكان سيراليون كسبه 1-0 وكوت ديفوار هتكسب 2-1. ادي الهدف الاول. عارفين كوت ديفوار دلوقتي فيها لعيبه مهمه ولعيبه قويه زي جيرفينيو دلوقتي ابرز لعيب الدوري الايطالي، كوالو، يايا توري طبعا، كولو توري، ادي جيرفينيو اهو النجم الكبير مع روما والمتألق بشكل غير طبيعي مع روما، مختلف تماما عن الأرسنال، بيجيب الهدف الثاني. كلام زي ما قلت لكم ساحل عاج، كان كسب سيراليون 2-1 زي ما احنا شفناه قدامنا دلوقتي، سيراليون خسرانه من الكونغو، يعني الموضوع هيبقى ما بين سيراليون وكوت ديفوار على المركز الثاني لغايه دلوقتي، لان كوت ديفوار خسرانه 2 من الكاميرون. بقول لكم ايه تاني كنت معايا، الدفاع الجوي بيرفض استضافه السوبر، ما اعرفش ليه، ولكن عميد سامي سليمان بيقول النهارده ان الدفاع الجوي بعت ان هو مش هيستضيف هذه المباراه، ان هم هيدوروا على ملعب تاني هيكون في استاد القاهره، يقال ان الاتحاد هيخاطب استاد القاهره على اقامه مباراه السوبر في الاستاد ان شاء الله. خلينا ناخد على التليفون معانا الكابتن حماده المصري عضو اتحاد الكره طبعا. مساء الخير كابتن حماده. حازم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن مصر، وبالتوفيق النهارده ان شاء الله، لا بديل بقى عن الفوز باذن الله. بالتوفيق لنا كلنا يا كابتن حازم، يعني المكسب مش مكسب اتحاد طبعا، مكسب البلد كلها وكل محبين الرياضه وكل اللي عاملين في الحقل الرياضي، سواء لعيبه، مدربين، اداريين، اطباء، عمال، ومجالس ادارات، يعني النجاح للكل مفيش كلام. اكيد، بس طبعا انتوا المسؤولين حاليا، فطبعا يعني دايما النتيجه ايجابيه بالناس بتقول لكم مبروك، نتيجه سلبيه بيقعدوا يتكلموا بقى مش عارف ايه والكلام انت عارفه يا كابتن حماده. فان شاء الله شيء طبيعي النهارده وانت بتشتغل في الحقل الرياضي بتبقى قابل للنقد والمدح، ده شيء طبيعي برضه في الرياضه. اكيد زي ما شفنا مرات الهزيمه بتشوف حلاوه الماتش. انت متفائل يا كابتن حماده بالماتش النهارده ان شاء الله؟ شايف الماتش باذن الله رايح لمكسب، شايفه ازاي يعني؟ انت راجل لعيب كوره قديم وعندك خبرات كبيره في المجال الكروي يعني. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، احنا بنتكلم في تيم احلال وتجديد بشكل قوي جدا، محتاج فتره للتجانس، لابد يكون في تفاؤل. تونس مش فرقه كبيره قوي او فرقه عاليه، انما واضح ان المستوى البدني للسنغال عالي جدا، مستوى القوة عندها عالي جدا، والمهارة تسابوها من الاحتراف الخارجي. احنا ان شاء الله باذن الله هنمشي وهناخد خطوات ايجابية، والمستوى هيرتقي من فترة لفترة من الانسجام في موجود حالا في الفترة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، نتمنى ان احنا كمان نقول بقى على لعيبتنا المحترفين ان هم لياقتهم عاليه، دايما بنقعد نبص على التانيين فرق الاخرى ان لياقتهم عاليه بسبب الاحتراف، احنا ابتدى عندنا مجموعه كبيره من المحترفين ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم يعني. كابتن حماده السوبر اخباره ايه؟ يعني طمنا على السوبر برضو المصري، يعني انا عارف النهارده ماتش طبعا تونس، ولكن برضو كان معايا خبر دلوقتي السوبر اتنقل او الدفاع الجوي مش هيستضيفه، هل عندك حضرتك اخبار عن مباراه السوبر؟ شوف يا كابتن حازم، احنا واخدين قرار مجلس اداره ان السوبر يوم 14/9 في استاد القاهره، ده القرار بتاعنا. خدت بال حضرتك؟ التغيير ده اللي حصل، اولا احنا شيء طبيعي بنخاطب استاد القاهره الاول. لكن حته النقله دي احنا واخدين قرار باستاد القاهره. بس هو كان مكتوب او ما اتقال ان هم هيبقى في الدفاع الجوي، والدفاع الجوي اعتذر النهارده او امبارح تقريبا على الماتش ده، فهيروح على استاد القاهره يعني. القرار بتاعنا قرار مجلس اداره المباراه يوم 14/9
9 باستاد القاهرة. المفروض شيء طبيعي ان انا ما اخاطبش اول حاجه الدفاع الجوي، اخاطب استاد القاهره واشوف رد فعل استاد القاهره ايه، وفي الاول وفي الاخر المباراه هتخلص القاهره. يعني اذا كان الدفاع الجوي النهارده بيستذر بظروف ما، فاستاد القاهره موجود عندنا، اسكندريه موجوده، فاعتقد هنجتهد على الاقصى ان شاء الله. كابتن حماده، قلقانين النهارده من وجود جمهور ولا شايفين ده وضع طبيعي ولازم يبقى نبتدي الجمهور يخش ماتشات ومباريات القوميه ومباريات الدوري بعد كده، يعني في حاله يعني الماتش عدى على خير ان شاء الله؟ الجمهور ده العنصر الاول في كره القدم. احنا اسمها لعبه شعبيه. لعبه شعبيه يعني بدون جمهور بلاش قيمه. شيء طبيعي النهارده ان احنا هنكون موجودين بشكل الجمهور موجود، دافع ايجابي للعيبه ودافع سلبي بالنسبه للمنافس. اللعبه الشعبيه الاولى في العالم اسمها كره القدم، ما ينفعش العب بدون جمهور. الجمهور هو العامل الاساسي والعنصر الاساسي في لعبه كره القدم ان شاء الله. ونتمنى باذن الله توفيقك في رايح الماتش. شكله في زحمه جنبك والناس بتضرب كلاكس وبتاع. يعني انت رايح بدري كده؟ ده انت عاوز مجلس اداره يعني رايح بدري كده يا كابتن حماده؟ طب كويس والله. يعني حضرتك رايح بدري قوي قبل الماتش بساعتين تقريبا وشويه. لا لا انا متواجد في وسط الناس كده، حبايبي طبعا برضه بيتكلموني بيسالوني وكده. انت عارف احنا المطلوب احنا نوضح الراي العام ونصبر على الناس شويه. ده وجهه نظري. المسؤول لابد يكون عنده حلم وعنده صبر وعنده حكمه للتعامل مع الناس. بس النهارده لو ما فيش لا قدر الله نتيجه ايجابيه برضه هيبقى يعني هيبقى الموضوع صعب شويه يا كابتن حماده. فان شاء الله كره القدم على بيتنا كتير. البرازيل بتلعب في البرازيل وخسرت اكبر نتيجه في تاريخ البرازيل. فاحنا النهارده اذا كنت راجل مسؤول هتعرف يعني كل مواحيد في الفرقه. الفرقه النهارده زي ما قلت لك ان عندنا 7 لعيبه احسن لعيبه في افريقيا كانوا في مصر مش موجودين. ما تنساش 2006 و2008 و2010 انت محتكر الالقاب سواء في النتائج او في احسن لعيبه في افريقيا وفي المراكز. بتفقد النهارده عناصر جديده. احنا كمسؤولين مقدرين الموقف، دورنا نوضحه بالراحه. بشكرك كابتن حماده، شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله التوفيق بقى لمنتخبنا القومي. لا بديل عن الفوز يعني. طبعا كل حاجه البرازيل والكلام الحلو ده، بس طبعا البرازيل وصل لدور الاربعه، وصل قبل النهائي يعني. خسر طبعا 7 ولكن خسر يعني في الاخر طلع رابع بتخسع. ده طبعا لقطات لينا حصريه من امام الفندق الخاص بمنتخبنا القومي. دي يعني الكلام ده من 10 دقائق او 20 دقيقه تقريبا، ان هم بيحطوا اللعيبه شنطهم قبل الذهاب لاستاد الدفاع الجوي. شفنا حمودي تقريبا يعني بعض اللاعبين ابتدوا يتوجهوا لاتوبيس بقى للذهاب الى المباراه المرتقبه ما بين مصر وتونس. شكل حمودي كده الان ممكن يبقى هيلعب الماتش ولا ايه؟ باين عليه. ربنا يوفقه ان شاء الله، او يوفق كل اللاعبين باذن الله اللي ربنا يعني يريد لهم يلعبوا، واللي بره كمان ان ممكن اللي بره ده هو اللي يكسب يعني. عايز اقول لكم يمكن موضوع شيكابالا مع الزمالك برضه، لشبونه يؤكد بقاء شيكابالا في البرتغال. امبارح كنت بتكلم مع ناس كتير قوي عن موضوع شيكابالا، يعني اللي بيخصوا شيكابالا هم شايفين ان الموضوع كان عند سبورتنج لشبونه مش عند شيكابالا. يعني شيكابالا ما كانش عنده مشكله انه يرجع الزمالك، ولكن سبورتنج لشبونه هو اللي كان في ايده القرار ان هو يرجع. النهارده لشبونه بيؤكد بقاء شيكابالا في البرتغال. حسم رئيس نادي سبورتنج لشبونه النهارده برونو دي كارفاليو مصير جناح فريق الدولي كابتن عبد الرازق شيكابالا بشأن الرحيل من عدمه، وقال ان هو شيكابالا مش معروض للبيع. وده اللي قاله صحيفه ريكورد البرتغاليه. ليس هناك اي اتفاق بشان رحيل شيكابالا حيث انه جزء من فريقنا وسيبقى معنا. انتوا عارفين شيكابالا لما جه ناني الموضوع اتعقد شويه بالنسبه له، انه بيلعب في نفس المكان والمدرب ابتدى يعتمد على ناني. وطبعا كان يعني مش ناني جه فقعد شيكابالا اكيد في بديل رقم 1 بديل رقم 2، ممكن يكون شيكابالا مثلا بديل رقم 2، فلما جه ناني بقى 3، فلقى المدرب ان الموضوع ممكن يخلي شيكابالا خارج الصوره شويه. عشان كده الموضوع اتقال ان شيكابالا مش هيكون موجود وما اتقيدش في تشامبيونز ليج الاوروبي. طبعا سبورتنج لشبونه بيلعب تشامبيونز ليج، فده يمكن اللي بعد صوره شيكابالا شويه، ان جه ناني واللي كان بيلعب السنه فاتت موجود، وشيكابالا كان ممكن يبقى بديل للراجل اللي بيلعب في بعض المباريات، فيبقى مركزه بعيد او هيبعد عن الشكل اللي حتى يكون موجود على دكة البدلاء. ولكن الراجل النهارده بيتكلم بيقول ان يعني في مطلقه نيته يتخلى على لاعب سبورتنج لشبونه لصالح الزمالك المصري، كما تفضل في الساعات الماضيه لمده موسم واحد على سبيل الأمر. ليس هناك اي مفاوضات مع الزمالك، وفعلا ما فيش مفاوضات. هو كان الكلام مع شيكابالا
وشيكابالا هو بيحاول يكلم معاهم يا جماعه لو انا مش موجود همشي اروح الزمالك. وفعلا حسام حسن كلم شيكابالا امبارح او من يومين تقريبا لمده ساعه ونص شيكابالا بيكلمه وخلاص اتفقوا ان هو يجي وكل حاجه، لكن لشبونه هو اللي كان وضع العراقيل في انتقال شيكابالا لنادي الزمالك. مش عارف بقى شيكابالا هيكمل الموسم، هل المدرب هيلاعبه ولا هيبقى خارج على الاقل 6 شهور الاولين دول ممكن ما يكونش متواجد. ده اللي هنشوفه خلال الفتره القادمه. ده من امام استاد الدفاع الجوي، وابتدت يعني توافد الجماهير على الاستاد. يعني يمكن زميلي ياسر المخرجنا طبعا بيقول لي بقى لنا كتير ما شفناش الشكل ده. فعلا الواحد من زمان ما شافش الشكل ده، وكان الواحد زمان سبحان الله كان بيقعد يتضايق قوي ان انت موقفك وخش ليه بدري. دلوقتي الواحد بيتنشا ان هو حتى قبلها باربع خمس ساعات. الدنيا يعني بجد 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 الكوره دي حاجه من الحاجات المهمه في حياتنا، ما حسيناش بقيمتها غير لما وقعت السنتين الثلاثه اللي فاتوا دول. كلنا حسينا بقيمه الكوره، وكلنا حسينا بقيمه يعني حلاوه انك تروح الاستاد مع اصحابك، وانك تاخد ولادك، تاخد مراتك، تاخد انت رايح مع والدك. حاجات اللي كانت موجوده زمان اللي كانت تلقائيه وموجوده في حياتنا الطبيعيه وما كناش حاسين بقيمتها، يمكن حسيناها السنتين الثلاثه اللي فاتوا دول. يعني كلنا زمان واحنا كلنا اللي بيتفرج عليا يعني او بيتفرج علينا راح ماتشات كان بيبقى عارف يوم الماتش ده بيبقى عامل ازاي، بيبقى متفق مع اصحابك من بالليل هنعمل ايه، هنروح بايه، هنروح باوتوبيس، هنروح مع واحد صاحبنا في عربيه، هنتقابل هناك، بتروح ازاي، قبليها هتلبس ايه، معاك ايه، تقعدوا الساعتين ثلاثه اللي قبل الماتش تتكلموا في ايه. يعني بصراحه حاجات كان ليها كده ملهاش تعويض، يعني مهما تروح اي ماتشات بدون جمهور دي ملهاش تعويض. وادي الناس بتتوافد على استاد القاهره بالبطاقه، وده ستايل جديد عندنا في مصر، دي حاجه كويسه يعني بالبطاقه كل واحد داخل بالبطاقه. بس هو هل البطاقه يعني قالوا تذكره مكتوب عليها رقم كرسي؟ لان انت لو ما عليهاش رقم كرسي طب انت هتعرف اللي قاعد ده هو ده منين؟ برضه دي حاجه غريبه شويه. لكن دي شركه على فكره فالكون، دي شركه واضح انها شركه تامين، ده مش تبع مش دي داخليه فالكون، ده اعتقد دي شركه زي ستيوارت كده اللي هم مخصصين لتامين المباريات اعتقد. يعني مش عايز افتي بس انا كنت اعرف زمان كان في زمان في شركه اسمها فالكون برضو، فممكن تبقى هي الله اعلم. دول بيصوروا البطاقه للدخول الى استاد القاهره، شكل كويس شكل اول ما اشوفها بصراحه في مصر، بتصور البطاقه وانت داخل. بس انا ما اعرفش ما بيعملوا بيها ايه البطاقه دي لما الصوره تكون موجوده، لان انت مفروض متهيألي بتبقى لو التذكره معاك بتبقى مكتوب انت هتقعد فين. فاحنا عند مصر ما عندناش انت هتقعد فين، او استاد ده استاد دفاع جوي ما فيهوش اعتقد الكراسي مش متنمره يعني متهيألي. فهم بيشوفوا اللي دخلوا، ممكن يبقى عندهم تسجيل للبيانات كلها للناس اللي دخلت، كل الناس اللي دخلت النهارده بطاقتهم بتتسجل عند في هذا الجهاز اللي هو بيقرا البطاقه. مرحله جديده في حياتنا الرياضيه، ممكن تبقى بداية شكل جديد عندنا في الدخول، وبداية وجود شركات، وممكن تبقى بداية خير لشركات تتعمل لموضوع الأمن المباريات ده، يبقى يعني تبتدي الشركات تشتغل فيها ويبقى بداية يعني الحاجة شكل جديد، ما يبقاش الداخلية هي المسؤولة عن التواجد والدخول والخروج، يبقى مسؤول بس على التأمين الخارجي زي العالم كله، ويبقى في الشركات هي الخاصة بهذا الموضوع. الناس بتخش متجاوبة جدا، والدنيا إن شاء الله تمشي في هذا الموضوع من خلال بقى المباراة نفسها. فتح الله بيشكو الزمالك رسميا، كابتن محمود فتح الله من اللاعبين المهمين اللي قعدوا في نادي الزمالك فتره كبيره، اشتغل بشكل جيد جدا، قعد مستني يقعد مره واثنين وثلاثه، ولكن واضح ان في الاخر ما فيش يعني تفاهم مع اداره الزمالك الحاليه. هم عايزين يدوا له 25%، هو عايز اعتقد ياخد اكتر من كده. هو ليه 7 مليون جنيه كابتن محمود فتح الله، يستحق له قرابه 7 ملايين جنيه عند نادي الزمالك. كان اللاعب قرر تأجيل خطوة اللجوء للجبلية وتقدم بشكوى رسمية، كان عنده امل ان هو يوصل لحل، قعد مرة واثنين وثلاثة، ولكن كان نادي الزمالك شايف ان هو هيديله 25% ويتنازل عن بقية فلوسه. هو راجل بقاله 3 سنين ما خدش فلوس يعني، وده يمكن انا اشهد فيها طبعا، راجل انا شفته كان معانا في النادي كان ليه فلوس كتيرة جدا، وعمل او جدد عقده يمكن مع اعتقد المستشار جلال ابراهيم، جدد عقده تاني وما خدش فلوس برضه كتير، وهو يعني في ايده وزي ما اي حد بياخد، وجدد عقده وما خدش منه بعد كده، مشي كمستشار جلال وجه الاستاذ ممدوح عباس ما كانش بياخد فلوس كتير. فالنهارده بيشتكي فتح الله نادي الزمالك وعايز فلوسه، ان كان بقى 50% 70% كل فلوسه دي ما اعرفش هيحصلوا فيها ايه، ولكن اكيد هيوصلوا لحاجه
نتمناها. نروح نطلع للدفاع الجوي الاولى يعني يعني لقطتنا من هناك بقى دفاع جوي مباشر من الدفاع الجوي مع زميلنا مهيب ونشوف مع مين نشوف اجواء مباراه مصر وتونس مباراه مهمه جدا مع زميلنا مهيب. اتفضل يا مهيب. شكرا لك كابتن حازم، شكرا لكل مشاهدي الملاعب اليوم وتلفزيون الحياة، وتغطية خاصة لمباراة مصر وتونس، مباراة هامة، مباراة مرتقبة، يعني شايف أجواء غير عادية هنا في استاد الدفاع الجوي، أجواء تأمينية على أعلى مستوى، يمكن أنا شايف تأمين كبير جدا ومجهود كبير جدا للشرطة وللجيش في مؤسسة عسكرية عريقة، مؤسسة دار الدفاع الجوي اللي بتقام عليه هذه المباراة الهامة. تأمين الجمهور جميل جدا، يمكن رجعت لنا الأجواء، أجواء الجماهير الجميلة اللي كنت بتكلم عليها 2006 اللي كانت بتحتضنها مصر، وشايف يمكن لفت نظري أسرة داخلة تشجع النهاردة منتخبنا الوطني، ويمكن أصرت أن أنا أوقفهم وقفوا معايا شوية، لكن أنا حابب أن أنا أنقل للسادة المشاهدين، يمكن إحنا على الهواء مباشرة وقدامنا، يمكن لو زين هيضيق الكادر شوية هيجيب جماهير وهي بتدخل الدرجة الثالثة من أمام المقصورة، وشايفين تأمين غير عادي، وأعتقد المجهود كبير جدا، لكن طمني على عودة الجماهير وعودة الأسرة المصرية لتشجيع منتخبنا الوطني. لا والله هو الحمد لله النهاردة في فرق شاسع، وأنا أول بصراحة أول ماتش أجي من بعد الثورة، لكن حسيت أن في جرأة أمنية كويسة جدا، وبعدين معاملة من الشرطة تحفة، والتفتيش باحترام، وسمحوا بدخول المياه والعصاير، لدرجة ان في ضباط شرطة بيوزعوا عصاير على الأطفال. نتمنى بصراحة ان الجو ده يدوم، وان الجماهير ترجع، وان الشباب الصغيرة بقى يعقلوا ويحاولوا ان هم يظبطوا سلوكياتهم شوية. انت اللي اصرتي تيجي ولا يعني زوج حضرتك؟ علي بصراحة هو اللي اصر، عشان علي متابع للكورة هو اللي اصر ان انت تيجي. اصر كلنا كلكم. علي يعني انا بحييك. شكرا. ها انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. النهارده مصر ان شاء الله مصر هتكسب. النهارده مصر. جنى ايه الاخبار؟ كويسه. ها بص للكاميرا كده وعلم مصر وحاجات جميله بنشوفها النهارده. يوسف كويس. ان شاء الله مصر هتكسب النهارده ان شاء الله. بالتوفيق كده، ويعني يوم سعيد ومشاهده سعيده باذن الله، ونستمتع بفوز مصر باذن الله ان شاء الله. بشكركم. زي ما احنا شايفين زين يجيب لنا الكاميرا، يمكن جماهير مصر داخل الدفاع الجوي وداخله بالاعلام، المنظر اللي احنا بقالنا كتير ما شفناهوش داخل الملاعب المصريه والاستادات المصريه. كابتن حازم، يمكن اجواء بنعيشها مع منتخب مصر امبارح، يمكن كنا مع كابتن شوقي غريب والجهاز الفني في جلسه خاصه يمكن في الفندق، كان معانا كابتن سيف زاهر والعميد ثروت سويلم، اعتقد ان كان في دراسه جيده بالامس المنتخب تونس، وكان في كده زي عايز اقول كلام، هل منتخب تونس هيلعب بثلاثه ورا ولا 4-4-2، وكان في بعض الكلام على الشخاوي نجم التونسي، ويمكن قدراته اللي بتحاول النهارده او بيحاول منتخبنا الوطني ان هو يحد من خطوره منتخبنا، يمكن زي ما تابعنا معاك بالصوره على الهواء مباشره، يمكن نتحرك من الفندق اللي بيكون فيه في الاتجاه دلوقتي الى الاستاد، وايضا هيكون في محاضره للكابتن شوقي غريب من داخل استاد الدفاع الجوي، اللي هيعلن بعدها تشكيل منتخبنا الوطني، اللي اعتقد هيبقى فيه تغيرات كتيره النهارده ان شاء الله. عبد الشافي هيشارك، حازم امام هيشارك، في تغيرات كتير جدا هنشوفها في تشكيله منتخبنا الوطني. هنكون معاك كابتن حازم امام من خلال الملاعب اليوم لحظه بلحظه، ايضا هيكون في تغطيه خاصه لحضور دكتور سيد بدوي رئيس حزب الوفد لهذه المباراه الهامه، وهو في الطريق ان شاء الله جاي. انا شايف تحالف كبير جدا، رياضه والسياسه وشرطه وجيش، كل الناس كرنفال كبير جدا هنا في استاد دار الدفاع الجوي، وزي ما احنا شايفين دي الاجواء مباشر من دار الدفاع الجوي، واجواء ما قبل المباراه، وهنعيشها معاك كابتن حازم لحظه بلحظه، وهنتواجد في ان شاء الله في الاستاد، وعشان نشوف الجماهير ولحظات دخولها وعوده الجماهير مره اخرى الى الاستادات، وان شاء الله تكون بادره خير وتكلل النهارده ان شاء الله بتوفيق منتخبنا الوطني. ونكون معاك لحظه
حسب لحظة أثناء دخول منتخب تونس ومنتخب مصر، وأيضا كل ما يخص هذه المباراة الهامة والمرتقبة. ولا أنا قلت اللي هيشرفها بالحضور الدكتور سيد بدوي رئيس حزب الوفد يكون متواجد، ومجموعة كبيرة جدا من الوزراء، وأيضا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور هيكون متواجد لمؤازرة منتخبنا الوطني. كل ده هنشوفه معاك كابتن حازم على الهواء مباشرة ومتابعة حية دقيقة بدقيقة من استاد الدفاع الجوي. بشكرك يا مهيب، شكرا جزيلا زميلنا مهيب، وطبعا هيبقى كل الانفرادات معانا ما دام الزميل مهيب في الملعب، فكل الانفرادات هتكون معانا في الملاعب اليوم، هيجيب لنا كل ما يخص هذه المباراه من تشكيل ان شاء الله قبل ما الاتوبيسين يوصلوا باذن الله في خلال وقت الحلقه. يبقى زميلنا مهيب هيجيب لنا كل ما يخص يعني دايما الملاعب اليوم والزميل مهيب، يبقى الدنيا هيبقى ان شاء الله كانكم قاعدين في استاد الدفاع الجوي. خلينا نطلع لتقرير عن دخول الجماهير للمدرجات ونرجع نستقبل نجمنا الكبير كابتن عبد الظاهر السقا، هنتكلم معاه عن كل ما يخص هذه المباراه فنيا. كابتن عبد الظاهر اسم كبير، لعب في المباراه دي بشكل كبير جدا على مستوى يعني 10 20 سنه اللي فاتوا، وبالتالي هيكون ليه كلام مهم وكلام مهم جدا عن المباراه النهارده باذن الله. ان شاء الله خليكم معانا، شوف التقرير وبعد كده نستقبل كابتن عبد الظاهر السقا. احنا هنلعب اسود، وبعد كده هيبقى المنتخب التونسي المفروض ان هو هيلعب بابيض ابيض ابيض ثلاث شكل. بالنسبة طبعا اعتقد ان هي زي ما انت قلت مباراة، اعتقد ان هي طبعا مباراة مهمة، مباراة صعبة بالنسبة لنا، ولكن ان شاء الله احنا قادرين ان شاء الله باذن الله، لان احنا قفلنا خلاص. يمكن احنا قلنا ان احنا مباراة السنغال بكل اللي فيها احنا قفلناها، ودلوقتي كل تركيزنا حتى من اول ما وصلنا ان كل تركيزنا هو ان شاء الله باذن الله على مباراه تونس. اعتقد ان احنا استعدينا بشكل كويس، بنشكر الامن على حضور ال 15000 يكونوا موجودين بكره. اعتقد ان دي هتكون اقوى مسانده للاعبين جوه الملعب، اعتقد ان هيكون ليها عامل كبير للاعبتنا ان شاء الله باذن الله جوه الملعب. المباراه دي او الثلاث نقاط دول اعتقد ان هم مهمين جدا عشان يدخلونا تاني ان احنا نبقى متواجدين في المجموعه. اتكلمنا مع اللعيبه في الوقت اللي فات، وطول الوقت في تحفيز بشكل كبير. المباراة على ملعبنا،
اتفرجنا على مباراه تونس، جهاز شرح كل الاخطاء اللي فاتت في المباراه اللي فاتت، جهاز شرح ايه مناطق القوه بالنسبه لتونس، ايه مناطق الضعف بالنسبه لتونس. يعني ينقصنا طبعا توفيق الله عز وجل، وينقصنا دعوات كل المصريين اللي احنا متعودين دايما ان هم بيدعوا لينا عشان ربنا يوفقنا ونحصل ان شاء الله على الثلاث نقاط. بالنسبه طبعا للاستفزازات او تضييع الوقت او الكلام ده او كده، احنا عندنا هدف واحد في الملعب وده اللي احنا قلناه للعيبه، 11 واحد ان شاء الله يكونوا موجودين من اول اللقاء لاخر اللقاء بيقاتلوا عشان نحقق الثلاث نقاط، بعيدا بقى عن اي استفزازات، بعيدا عن اي تضييع وقت، لان احنا لو بقى لينا الدوافع الاكبر والاولويه جوه الملعب ما اعتقدش ان منتخب تونس هيفكر ان هو يضيع الوقت، لان احنا محتاجين ان احنا ناخد الثلاث نقط دول لان هم مهمين جدا جدا بالنسبه لنا. رجعنا لكم تاني، ويمكن لقطات من داخل استاد القاهره، توافد الجماهير ودي حاجه مهمه جدا، ويتوافد معانا النجم كابتن عبد الظاهر السقا، توافد معانا الاستوديو برضه. مساء الخير يا زهره. اهلا ازي زهره، عامل ايه؟ الحمد لله صام طيب، الله يخليك. كله تمام الحمد لله، كله تمام الحمد لله. ماتشات من الماتشات الحلوه في الكوره، ماتشات شمال افريقيا، ماتشات ليها دماغ وليها سنس كده وليها احساس مختلف عن ماتشات افريقيا الطبيعيه. طبعا الجمهور كمان النهارده، الجمهور النهارده بجد يعني النهارده يعني واحنا في الفاصل بنتكلم وحشنا المنظر ده، وحشنا الناس تيجي كان حاجه طبيعيه زمان يعني فكره وانت داخل الملعب واحد يشاور من ورا الكاميرا والحاجات دي كلها، ايوه يبوسك وانت بتتكلم والحاجات دي. لا بس عايز اقول لك حاجه، يمكن برضو مثلا احنا لعبنا مع تونس كتير في مصر، المغرب مثلا، جزائر، فاكر 2002؟ فاكر معاك كان عامل ازاي وانت رايح اللعيب الكوره، هو رايح الملعب ويشوف كميه الناس اللي رايحه دي، كميه الناس وقد ايه بتبقى فرحان ان انت هتلاعب البلاد دي. البلاد دي لها طعم تاني خالص، زي البطوله التانيه، زي ماتش اهلي وزمالك، بعيد عن الدوري خالص، هو في ماتش كده بتبقى له طعم تاني، وحد عربي بيكلمك، وفي شد وجذب في الفريق، وفي وانت حافظه هو حافظك، وعايز يبقى ليدر عليك وانت ليدر عليه. فالامور الشغل التكتيكي بيبقى عالي قوي في الماتشات دي، والدماغ بتشتغل فيها كتير عشان الاثنين قريبين جدا طول عمرنا مستوانا قريبين من بعض. حتى لما احنا واعيين هم برضو واعيين في نفس الفتره. هم واعيين قوي ولا احنا اكتر، ولا انت شايف ازاي؟ والله احنا يعني يعتبر احنا مش منظمين، مش واعيين، احنا مش منظمين، احنا لو منظمين نبقى كويسين جدا. انما هم مستواهم طبعا مش هم خالص تماما يعني. مش تونس، مش مش الزبربية وابو عزيزي وبدرة، لا مش الاسماء دي ما عادش يعني. يعني الشخاوي، زهوي، الشرميتي، مساكني مش قوي لسه دول، لا لسه لا ما وصلوش للناس اللي هم كانوا الجيل اللي كانوا بيلعبوا ضدنا، اللي هم ما بيخوفوش، اللي هم بيقول عليهم بلغه الكره بيعوروا يعني زي ما بيقولوا يعني بيلعب بالكره يعني رهيب عالمي. ابو عزيز كان في نص الملعب، ابو عزيز ايه طبعا. فالنهارده لاعب الكوره يحب يلعب الماتشات دي، يحب يلعب الماتشات دي وسط الجمهور كده. معناه يعني النهارده مصر شايف من وجهه نظرك الفنيه هي الاقوى والاقدر، وان هي تعرف تفرض سيطرتها على 90 دقيقه لو بقينا منظمين، لو عرفنا نهاجم وندافع. يعني حازم كنا احنا رايحين ماتش السنغال عايزين ندافع بس، يعني بكل تفكيرنا دفاع هندافع ازاي، ما فكرناش هنهاجم ازاي. يعني حتى كلاعبين الانطباع بتاع الاعلام وانطباع المدربين الجهاز الفني وانطباع اللعيبه بان ان احنا رايحين ندافع بس مش رايحين نهاجم. فده بان علينا في الملعب. لحد الشوط الثاني بدانا نهاجم، يعني لحد بعد الدقيقه 60 70 بدانا نشوف ال 18 بتاع السنغال. طب انت عبد الظاهر كنت مدافع قوي يعني، لعبت في الثلاثه ولعبت في الاربعه، الجونين دول انا بقى كنت بتكلم مع مش عارف شفتني لا، بس كنت بتكلم على ان انا شايف الثلاثه اللي ورا اتظلموا في الجونين، لان الراجل جاي بوشه بيلعب السوق دايما، المهاجم بوشه بيبقى اسرع من المدافع وهو بيرجع بظهره. اكيد طبعا. انت شايف الاجوان ازاي؟ شايف الثلاثة اللي ورا فعلا هم المقصرين ولا حصل فيه تغيير، ولا شايف المنظومه الدفاعيه عامله ازاي؟ انا شايفها عدم انسجام، يعني انا شايفها الكيمياء ما ركبتش. يعني بص الكره دي ظهر دفاع وسط الملعب كله، الكره ديت لو حد اتكلم كلمتين بس، لو اوكا كلم شوقي انه في ظهرك ما تروحش، كان استنى مع الراجل بس كلمتين.
لكن اول ناس تلعب مع بعضيها الناس فعلا الناس معذوره، هم الثلاثه لعيبه كويسين لكن هل الثلاثه ينفعوا مع بعض؟ هي دي المشكله. لان الدفاع هنا كان لازم يعمل ايه؟ اوكي يقول ايه لشوقي؟ قول لي كده. هو لازم يقول شوقي لازم يكون حاسس بالراجل الاول اللي بيطلع يعني من ورا ده. انا بص انا لعبت ثلاثه يعني انا مهمه حياتي كلها الراجل ده يعني ماليش دعوه بالمباراه تماما يعني حتى دي كمان هتلاقي شوقي اللي مغطي اصعب واوكا اللي قدامه يعني بص لو جبت الكورتين اوكا اللي مغطي وشوقي اللي بي 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 بيهاجم وفي الكره الثانيه شوقي اللي ليبرو. انت بتتكلم في حاجه مهمه ان انت لما كنت تلعب ثلاثه كان ليك واحد هو انت ماسكه مان تو مان الماتش كله. خلاص ده بتاعك انت مهمتك. دول بيلعبوا كده بس كابتن ما بيلعبش كده، بيلعب اللي يجي لك في مكانه يعني شوقي واقف ما لعبش بليبرو حازم يعني ما كانش يلعب بليبرو معلش ده بيلعب بليبرو صريح. يعني قصدي بيلعب مثلا سيرد باك شمال وسيرد باك يمين وواحد في النص. ده ايه فرقت عن 4 4 2؟ مش هو بقى عشان يبقى في ثلاثه واقفين ثابتين. لا وادي الجون برضه بتاع شيري وبتاع شيري برضه نفس الستايل. لما بنلعب زياده واحد في الدفاع ده اسمه ليبرو تغطيه، عايز يلم كل الغلطات اللي بيغلطها الدفاع دي مهمته انه يلمها. مفيش حاجه اسمها نفس تقريبا التحرك يا عبد نفس برضه من ورا بص من ورا برضه من ورا غزال بالظبط نفس الخطا بالظبط ان الراجل مش شايف ظهره فدي بتبقى عدم كلام. ده لو شريف مثلا بيلعب في النادي الاهلي قدامه مثلا سعد سمير اكيد يا سعد خلي بالك بس خلصت الموضوع. الراجل بص على ايده اليمين شاف الراجل نزل معاه خلاص ما كانش الراجل ده مش في ظهره. هي كلام هي انسجام اذا ما في انسجام قدام لازم يبقى في انسجام ورا. بص الهدف ده برضه نفس اكيد انت شفت الاجوان اكيد طبعا هتلاقي برضه نفس كله من العمق من العمق من العمق. وهو كابت شوقي غريب خلي بالك لعب بالطريقه دي عشان الاجوان اللي دخلت فينا دي يعني هو ليه لعب بالطريقه دي؟ ما كنا نلعب اربعه هو لعب عشان الدفاع اللي احنا الثغرات اللي فيها دي كلنا واللي كلنا شايفينها وكلنا معترفين بيها لعب بالطريقه. بس انا عايز اقول لك حاجه يا زهر، عايز اقول لك حاجه، انا كنت بتكلم في حاجه برضه انت انا ما لعبتش دفاع انت لعبت دفاع اقمين. انا كنت بقول ان المشكله في كل الاجوان دي كلها هو وسط الملعب ان مفيش حد بيضغط. يعني بص راجل ماشي بيروح لعب السرو براحته ماشي اوكي وبيلعب السرو فالثلاثه واقفين غصب عنك ما دام واحد بيعمل بيقطع في وسط ثلاثه لازم هو اسرع منك. يعني المشكله ان الكره توصل بالسهوله دي. هو العيب هنا اربع تجوان العيب هنا تماما 100% الوقفه الوقفه بتاعتك لو انت واقف ازاي لو الراجل قدامك هتلاقي جون كده بتاع السنغال الاول معلش عشان كابتن زهر عبد يظبط لنا الوقفه شويه عشان برضه الناس نقول للناس في الاخطاء فين يعني. هي اخطاء بسيطه جدا بس بتختلف يعني بتفرق لعيب عن لاعب ان هو مركز. رقم اتنين مهامه ايه؟ انا مهمتي ايه؟ ما بلعب ثلاثه يعني هو كده مهمته ليبرو ولا سد باك؟ ليبرو بس ليبرو ده يعني ايه ليبرو ده؟ يعني لازم ينزل بقى شويه لازم يغطي ما بيغطوش. فاكر عماد النحاس لما كان بينزل في النادي الاهلي وائل قباني والناس اللي بتلعب ليبرو صريح المفروض كنا عملنا في الماتش ده كده وهم بداوا كده لكن هو انا ما احط طريقه على السبوره كمدير فني. ادي الجون الاول بص الراجل بيستلم اهو بص اول حاجه زهره اربعه نص الملعب بره اللعب شوقي بص الغلطه هنا ايه شوقي طلع لقدام بص وقف بص سكسره. خلاص انتهت طالما وصلت المرحله ان انا على خط واحد مع الراجل هو اسرع مني. طب يعمل ايه بقى في الحاله دي؟ كان المفروض يعمل ايه يعني؟ بص رجع تاني كده معلش هرجع بس الكوره من الاول. هو الغلطه مش هنا الناس شايفه اللقطه الاخيره اولا احنا مالناش غير الحته دي يعني الكوره اتقطعت هو الراجل استلمها انا هنا كمدافع ما ببصش على الكوره انا لازم ارجع ادي نفسي مسافه اوكي بقى يرجع كاليبرو دلوقتي كلنا نرجع وان شاء الله ارجع ب 10 خطوات ما هو كده كده هيجيلي في وشي يعني شايف ان هم كانوا يرجعوا الراجل ده اول ما استلم اولا غلطه جدا الراجل استلم في ظهر ثلاثه دي طبعا في ظهر ثلاثه يعني ايه ظهر ثلاثه وبلعب بليبرو كمان يعني بلعب بليبرو وظهر ثلاثه فده عيب خطير جدا ان في مساحه ما بين في خط كله اتضرب يعني حتى نص الملعب واقف على خط واحد وده عيب لازم يبقى فيه ليبرو في على الاقل ليبرو في نص الملعب ده اجري الاول املى حتتي طبعا انا مش بص على الكوره انا بص على الراجل يعني شوقي بص على الراجل مش بص على الكوره انت عارف لو وقف وبص على الكوره هياخدها لكن هو عينيه اتخذت مع المهاجم اللقطه الثانيه ما لحقوش خلاص ما هي الرياكشن او رد الفعل رد الفعل بتاعك بيحصل ثواني خلاص انتهت هو بيلعب على دي انت شايف في الحاله دي كان لازم اول ما راجل استلم نص الملعب ترجع لورا ارجع لورا ارجع لورا ليه؟ باخد نفسي مساحه ادي لنفسي مساحه الرؤيه عندي بص انا ما ابصش للراجل وارجع بظهر كده بص شوقي السعيد عمل ازاي لف حوالين نفسه بص لف ازاي يعني لو ترجع كده بص شوقي لف ازاي
اللفه دي مليون في الميه غلط. انا اول ما استلم ارجع خلاص انتهى، اسيب ادي ظهري للكوره وارجع، ارجع اسيب ما ابصش على الكوره عشان انا مش في منطقتي، لازم صح وضع الاول يا حازم. واللي المفروض شايف اوكا يعني اوكا كمان بيبعد مش بيقرب كمان. سبرنت شفت حصل ازاي؟ فرق كان جنبه طبعا بعد. هما بيلعبوا على الحته دي خلي بالك، واتفرجوا علينا وعارفيننا جامد جدا. الراجل بص خلاص انتهى الموضوع. شريف طلع عليه بيعطله. خلينا ده ماتش السنغال النهارده مثلا، هيلعب بالشكل ده الكابتن شوقي؟ هيلعب بنفس الستايل ده ثلاثة؟ اكيد هيلعب بيه متهيألي، مش هيغير في الحته دي يعني. ولا انت ولا لما اتفرجنا على تونس الناس بتلعب براس حرب واحد، فانت هيبان عندك ان انت ثلاثة ماسكين واحد، فده طبعا مش منطقي. لازم يلعب باربعه يعني، ممكن يتشاف يعني يلعب بواحد منطقي لو كناش لعب براس حربه واحد كفايه عليه اثنين طبعا لازم. ما ينفعش واحد نوقف عليه ثلاثه، يبقى وانا كمان في ملعبه وعايز اهاجم، فهو واحد واحد هيوقف لك ثلاثه. يعني لو في واحد نص ملعب كمان وقف لك اربعه خمسه. ما ينفعش مثلا يلعب ثلاثه ولو لقى راس حربه يكمل واحد منهم في وسط الملعب، ولا تبقى صعبه؟ لا صعبه جدا. الموضوع ده خلاص لازم انا اتحرر بقى، انا عايز اكسب في فرق ان انا على ملعبي. طيب. وعايز الثلاثة بونت. عايز اعرف منك التشكيل في وجهة نظرك، مين احسن او انسب في هذه المباراة؟ بس خلينا نطلع فاصل ونرجع مع بعض نشوف تشكيل كابتن عبد الظاهر السقا رؤيته ايه للماتش ده وتشكيله مين الاحسن نبتدي مصر وتونس بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني واجواء مباراة مصر وتونس، ومعانا دايما الاجواء من خارج الملعب، لكن خلينا نتكلم مع كابتن عبد الظاهر طبعا معانا في الاستوديو. بنتكلم على ماتش السنغال، كنا واخطاء الدفاعيه اللي كانت جامده جدا يعني. عبد الظاهر بيتكلم في الدفاع وراجل لعب في الحته دي وعارف اكتر مني. هنتكلم على رؤيتك للماتش النهارده، تشكيلك النهارده انت. كل واحد كده بيبقى ليه دايما، اي واحد في 90 مليون مصري بيبقى عنده تشكيل. عمرنا ما نجتمع على تشكيل. لكن النهارده انت شايف اربعه مش ثلاثه؟ انا شايف الطبيعي اربعه لانه بيلعب براس حربه واحده. تمام. لكن ممكن يلعب بطريقه تانية يعني. ممكن يلعب ثلاثة بس الطرفين لازم يبقوا طايرين، لازم بيهاجموا مثلا 70% هجوم و30% دفاع. ده هتدي كمان لاحمد فتحي ان هو ممكن يتحرك في نص الملعب، هو بيلعبها كويس جدا والنني يعني. ممكن يلعب بحازم امام طرف يمين، يلعب بالثلاثه اللي هم لعبوا. انا ما بفضلش التغيير، لا 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 ما بفضلش التغيير خلاص. بقى احنا اكيد اتعلموا الغلط، انت مش هتجيب واحد جديد ثالث ويرجع تاني يغلط ويرجع تاني تعلمه. يعني انت لو عندك واحد غلط او في حصل مشكله هتسيبه يلعب الماتش اللي بعده؟ هم اكيد عرفوا الوقت ثلاثه خطاهم واكيد اتعلموا، فاكيد هيصلحوا من خطاهم. ما تجيبش واحد جديد ثالث النهارده وتحطه ويرجع تاني. وجهه نظر طبعا. طبعا لانه لعب، احنا عايزين الاستمراريه في اللعب يعني. ثبت ناس وتلعب، اخطائهم تقل. فممكن يلعب الثلاثه، وممكن عبد الشافي وحازم هيهاجموا طبعا، هيكونوا طرفين كويسين جدا في الهجوم، هيعملوا جبهتين سواء عبد الشافي سواء حازم، الاثنين عندهم الدفاع. واحمد فتحي والنني يكونوا مأمنين ليهم، لان حازم بالذات ناحيه اليمين ممكن احمد فتحي يغطيه بطريقه، لان زي ماتش غانا لما لعب كان فتحي بيعمل ناحيه بالزبط. حازم شويه، ففتحي في نص الملعب هيفيدك قوي في الحته دي. هجوم ودفاع، لان هم عندهم الحته الطرف الشمال لعيب كويس جدا، لعيب بيعرف يوصل لراس الحربه، بيسند على راس الحربه على طول يعني. اول ما يمسك كرة بيبص لراس الحربه، فكرنا بسيد معوض بالظبط يعني. بيعمل مثلثات كويس جدا، اوفراته كويسه جدا، فدي من اقوى حته. عمار هيزعل منك على فكره. محمد عمار؟ لا عمار حبيبي. طياره كلام حلو قوي ما شاء الله. لا من احسن الناس اللي لعبت الصراحه عماره وسيد معوض طبعا، كابتن احمد رمز طبعا، الثلاثه دول من احسن الناس، وكابتن ربيع ياسين احسن ناس في مصر لعبوا الحته دي. لكن النهارده عشان يلعب ده يمكن تشكيل متوقع لتونس المباراة النهارده ان شاء الله، يلعب 4 2 3 1 دايما. هم ما بيغيروش يعني، هم ما بيغيروش. الخرزي والشخاوي وكان مساكني بيلعب النهارده، ممكن يلعب شكر الدين يوسف. شكر الدين يوسف ده لعيب كويس جدا، فاكر انت جاب جون في الاهلي ماتش صفاقس. أيوة الشمال في المصري كويس جدا، لكن الشخاوي فعلا اخطر لاعب فيهم، لانه فعلا بيجيد الحته دي، بيجي من ورا ومحدش بيشوفه. لعيب كويس سبحان الله، طويل وحريف يعني فعلا. وبعدين عنده حته الخبره جامده جدا، بيلعب من زمان جدا كابتن التيم. التغيير ممكن شكر ده يبقى هو راس حربه، والمساكني هو اللي مساكني ما بيلعبش براس حربه، بيلعب بينزل لتحت او بيروح للجنب، لكن هو هيحطوه عشان سرعته يعني. ممكن عشان هو يستغل سرعته اللي هو اللي بقينا معروفين كلنا ان منتخب مصر بقى عندنا بطء في الحته دي، فممكن يحطوه كراس حربه عشان ياخد ما بين الاستبارات وما بين انت من المدربين، انت مدرب دلوقتي اللي هو تشوف التشكيل بتاع الفرقه الثانيه تلعب عليه، ولا انت بتلعب بالسيستم بتاعك؟ يعني انت كنت قايل دلوقتي هو كفايه راس حربه واحد العب عليه باربعه، مش لازم العب ثلاثه. انت ممكن تكون مثلا من الناس اللي بتلعب ثلاثه، فهل انت لو
من نوع المدربين تشوف لا حسب الفرقه اللي هلعب قدامها العب انا تشكيل عامل ازاي؟ انا من نوع ان انا احب ان فرقتي الفرقه اللي قبالي هي اللي ترد فعلي عندي يعني. طيب. انا لا افرض اسلوب عليها. طيب يعني انت قلت لي دلوقتي لا يبقى هو يلعب كذا عشان هو بيلعب كذا يعني انت بترد فعلي دلوقتي مش انت اللي بتعمل دلوقتي بقى. انا لما انا قلت لك نلعب بثلاثه عشان احنا عندنا اسلحه ممكن نلعب بيها احنا بنفكر في الهجوم. طبعا. يعني احنا بنفكر في هجوم ودفاع عايزين نكون عندنا خطه متزنه النهارده. النهارده لو انا لعبت بحازم وعبد الشافي الناس دي معروفه انها بتعرف تهاجم كويس جدا وبتعرف تصنع جوان وبتعرف هي كمان تهدف وتوصل لحد ال 18 فانا لو انا النهارده لعبت باربعه هحرمهم من رؤيه 18 كتير. فاذا انا النهارده لو مؤمن ده باحمد فتحي وفي غزال تحتي الاثنين خلاص فحازم اكيد حيطية. اكيد مش هيبقى مش هيرجع في الدفاع زي ما يكون هو في اربعه. فعشان كده ده خطه هجوميه اللي احنا بدنا. طب ما قلتليش الحته اللي قدام قلتلي لغايه فتحي والنني. فتحي والنني وفي محمد صلاح وراسين حربه يعني محمد صلاح تحت راسين الحربه يلعب راسين حربه النهارده. فلازم لازم لازم تضغطوا من هناك. لازم يتحسسوا ان هم يردوا فعل. لازم النهارده لما يكون كره طويله لان هم ورا طوال تمام لما يكون في كره طويله تقف هناك تستنى هناك في محطه احنا ما عندناش محطه. مشكله كانت عندنا في الماتش اللي فات ان الدفاع تعبان جدا ونص الملعب تعبان جدا ومفيش راس حربه يمسك لحد ما نزل خالد عمر كان كل شويه يوقع كل يوقع هو قصير كمان خالد مش 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 الفايتر اللي هو بيمسك تحت ضغط خصم لكن عمر لكن عمرو جمال لما نزل لا مسك كوره نزل كوره غلس يعني عمرو غلس هداف بيحارب على كل كوره طبعا فهيعمل قلق من هنا هتجي لك بقى الدفع النهارده هتحطهم دايما في نص ملعبه. ده يمكن كلام مهم كلام يعني احنا بنقول افكار ولكن طبعا في الاخر اكيد كله في دماغ الكابتن شوقي. انا عايز اقول للكابتن شوقي الله يكون في عونه يعني النهارده طبعا ماتش صعب جدا ماتش ده لقطات مباشره على فكره وصول استاد الدفاع منتخبنا القومي يعني اتفضل فاكر الايام دي احلى انا بقى كنت بحب اللقطه وانا داخل الاستاد دي والجماهير بقى لا جمهور مستقبلك كده تلاقي عايز طبعا. تنزل تلعب على طول وحشنا والله الجمهور ونزله الناس نزله اللعيبه كان نزل معانا برضه كتبنا معانا زمايلنا في الاعداد كتبوا النهارده اكرامي اساسي شناوي بديل حضري خارج القائمه للمره الثانيه انت رايك ايه الحضري ملتزم فعلا التزام رهيب شايف طبيعي يعني ولا ايه التشكيل طبيعي والحضري بنحييه عليها طبعا بنحييه ان هو راجل ما شاء الله عليه من احسن الناس اللي واقف في الحته ديت وملتزم وبيخرج بره القايمه ما بيعملش مشاكل فطبعا تحتسب له طبعا لان هو تحتسب له ولا مثلا في ناس يقول لك طب ما يعني خلينا نقعد حازم نكمل لغايه يعني ليه خليه يقعد بعد ما كان اول واحد في كاس في المنتخب يبقى هو في يطلع بره يعني انت شايف ان هو خليني اقول لك ان الكابتن شوقي غريب بيكرم عصام الحضري على المجهودات اللي فاتت كلها يعني على تاريخ عصام ده كله جايبه النهارده يكرمه يعني تمام. جايب يقول له بتوجك عايز لو هيحصل فرحه انت تكون معانا يعني متواجد معانا والراجل لحد الان لسه قادر لكن ما اقدرش اعتمد عليه دلوقتي خلينا واقعيين عصام 42 سنه وبعدين زي ما انت قلت حيين هو ملتزم يعني مفيش احنا كنا برضه عصام في بعض الاوقات بيطلع شويه يبقى عايز يلعب فملتزم للمره الثانيه على التوالي ان شاء الله يعني يكون مستمر على كده كده ان شاء الله ما احسدوش بس لا نمسك الخشب بقول لك دلوقتي عندنا مقوله كابتن شوقي قالها امبارح ما اعرفش قريت سمعت المؤتمر بتاع كابتن شوقي امبارح لكن قال احنا عندنا احلال وتجديد وعندنا مرحله مهمه السنغال عدت مرحله الاحلال والتجديد تونس عدتها احنا لسه ما عدناش هنفضل في المرحله دي قد ايه تفتكر هل احنا دلوقتي انا في الرسمي مش طبيعي اللي انا اقول كده يعني انا طالما بلعب رسمي انا ما فيش حاجه اسمها احلال وتجديد في مسؤوليه في علم مصر في منتخب مصر اللي هينزل هيلبس تيشيرت منتخب مصر يبقى مسؤول عن منتخب مصر النهارده احلال وتجديد كان يحصل بدري انما النهارده اي نعم في وجوه جديده لكن كلهم دوليين يعني النهارده شوقي السعيد بس هو اللي لسه اول مره حمودي لسه لكن الناس دي كلها لعيبه كويسه ف يعني انا مش عايز اعذار يعني مش عايزين بس ما هي اللعيبه دي برضه ما لعبتش كتير يعني برضه عبد الظاهر ماتش دولي غير المحلي في حاجات كتير اللعيب مختلف المنافس مختلف انت برضه بقالك سنتين ثلاثه المنافس في الدوري ضعيف بيجي هنا يلاقي واحد يجي يخبط فيه اللي عامل زي الصخر يروح واقع يعني قصدي ريتم مختلف شويه يعني حمودي لعيب كويس قوي تمام. بس طيب ريتم السنغال غير مع الزمالك والاهلي مثلا حاليا يعني شوف حمودي كمان سنه هيبقى عامل ازاي كمان يعني سنه عشان كده بقول لك دلوقتي
مفيش شك يا حازم، احنا عندنا بس احنا في مرحله حازم، احنا لو لا قدر الله اللي فعلا الواحد بيفكر من الصبح في الماتش ومتعايش جدا في الماتش، فمش راضي افكر في السيناريو الثاني. يعني السيناريو الثاني انت ما تعرفش عواقبه ايه، عواقبه يعني لا وخيمه جدا، يعني مش راضيين نتشائم قبل المباراه، لكن فعلا ده بكفايه حكايه ترتيبنا بس اللي هيقل قد ايه، عشان كده هيسمع معاك في تصفيات كاس العالم. مش عايزين نرجع تاني نلعب غانا والكاميرون وكوت ديفوار ونقع في المجموعه دي. طب احنا النهارده مثلا على الظاهر لو الشوط الاول مثلا 0-0 عندنا بلان بي، مثلا عندنا لعيبه ممكن تنزل أكيد تحل. اكيد الكابتن لازم اكيد لازم ينزل بثلاث اربع سيناريوهات. لو متعادل، افرض لا قدر الله جه في اول ربع ساعه في الجون، فانا لازم ابقى متزن نفسيا. الاتزان النفسي ده اهم حاجه عندنا. عندنا الادوات، عندنا الموارد البشريه، عندنا لعيبه تعرف تنزل تغير من الماتش. يعني انت من وجهه نظرك مين اللي ممكن ينزل يعمل لك مشكله لدفاعات تونس مثلا؟ عندنا مين بره النهارده لو احنا لعبنا بالتشكيل اللي احنا قلنا عليه هيبقى الاوراق ضعيفه جدا بره. مش هيفضل بره غير ابراهيم عبد الخالق النهارده، مش هيفضل غير طبعا انت في شناوي. حمودي يعني انت قلت لي هتلعب بالتشكيل، حمودي ممكن يعني يغير المباراه. حمودي ممكن في نص الملعب هيبقى حسام غالي موجود، ده بيغير لك الريتم في الهجوم. لو مش هتلعب بليبرو ممكن تطلع ليبرو، لو وصلت المرحله انت متعادل فانت بتجازف، فانت ممكن تطلع ليبرو وتخليهم ستوبرين، فالليبرو ده تعوضه في نص الملعب مهاجم او او مهاجم تاني. طيب ما سمعتكش قلت شيكابالا خالص، شايف انه بعيد شيكابالا عن الدنيا يعني؟ والله شيكابالا انا كان من رايي الشخصي، يعني كان من رايي الشخصي ده. بص الجون برده اللي دخل في تونس، بص برده عندهم مشكله طبعا، ده هجمه مرتده، دي كانت هجمه مرتده وكلهم اعتمدوا على بعض. كلهم الجون اللي دخل في تونس من بوتسوانا وكان هيخسروا على فكره لغايه دي. بوتسوانا قدمت مباراه هايله الصراحه، يعني على فكره فرقه مش وحشه، فرقه كويسه جدا، وراح جبتهم جدا في اخر لحظه كمان جابوا جون. الجون الاول فاول بره 18 والجون الثاني بينالتي، يعني بالزبط. حتى مش لعب، مش كوره متحركه يعني، حتى في هدوء، حتى عندهم الاستوبرات كمان بطيئه زينا برضو. مش 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 سرعة يعني، مش اللي هم النهارده لو ما كسبناش تونس انا بصراحه ازعل جدا، لان هو فعلا تونس لازم تكسبها النهارده. بقول لك ما قلتليش سيرة شيكابالا خالص، يعني شيكابالا من سنه مثلا كان لازم اسمه يتقال طبعا، ما ذكرتوش انت اساسي، شايله من حساباتك ليه بقى؟ لا مش عارف شايله من حساباتي، اولا انا ما كانش في تفكيري، ما معيش الاحتياطي. ما كانش معايا الاحتياطي، يعني مش يعني قصدي مش انت حاسس ان هو بعيد مثلا، ممكن ما يبقاش ليه دور دلوقتي وما بيلعبش. والله النهارده ممكن شيكابالا يبقى تغيير كويس في اخر ثلث ساعه، اخر ثلث ساعه تاخد، لكن طبعا من قله المباريات اللي بيلعبها، من بعده عن الماتشات، وبحقيقة على التزامه كمان، لان مش واخدين على شيكابالا ان هو يطلع بره السكور وما يعملش مشاكل يعني. صالح جمعه كهربا الناس دي ممكن عليها دور ولا لسه شويه؟ لا لسه لا انت لعبك مع صالح جمعه. صالح وصالح طبعا صالح كويس، صالح رتمه زي ما بيقولوا ايه، معلمين يعني نص الملعب لما كنت عايز تمسك كرة تنزل صالح، لو عايز انت كسبان واحد او اتنين وعايز تستحوذ على الكرة او تمتلك كرة وقت طويل تنزل صالح. هادي جدا، ما بتأثرش لا بجمهور ولا انفعالات الخصم اللي قدامه. راجل كابتن، كان كابتن منتخب الأولمبي، فعائل. هو ستايله كده، كان دايما مدرب الاجنبي يقول له انت بتحس ان انت عندك 30 سنه وانت عندك اصلا. لا والله والله فعلا هادي بطريقه ممكن تنرفزك كمان. صعب يلعب النهارده؟ لا صعب. قول لي كده بسرعه، صعب عليه. قول لي تاني التشكيل كده عشان نكتبه برضو، ده كان انترسمي. بص المدافع خلص على فريق، يعني ايه لازمتها؟ واحد في وسط اربعه هو طبعا على فكره هو مزوق من الاول، هو يعني واخد كتفي شويه، بس ايه نظرتنا ان انا اطلع بايدي؟ طبعا بتبقى في حاجات برضو المدافعين بيعملوها تجننك. خلص 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 طبعا. معلش قول لي تاني كده عشان ننزل انت برضو التشكيل بتاعك. كانت التشكيل كانت عبد الله، بتبقى خدوها يا جماعه عشان ننزله ونشوف معاك. حازم امام في الناحيه اليمين، شريف اكرامي بقى الاول. شريف اكرامي وحازم في الناحيه اليمين، الثلاث زي ما هم شوقي واوكا وغزال، ومن ناحيه الشمال عبد الشافي، النني واحمد فتحي، والمثلث المقلوب محمد صلاح وقمر وعمرو جمال. ده تشكيل اللي يعني كابتن عبد الظاهر بيقوله من خلال
رؤيته للموقف من بعيد. يعني احنا برضو خلي بالكو التمرين مختلف, احنا في التكييف وقاعدين الكابتن ان هو اللي بيشوف مين عاجلي واقف على الارض طبعا. مين اللي بيتمرن كويس, مين اللي مثلا زعلان ومالوش نفس, حاجات بتفرق في التشكيل. اكيد طبعا اكيد بتفرق مع المدرب, هو بيشوفه كمان هل الراجل ده كان متأثر بان احنا اتغلبنا ولا لا. الكابتن شوقي بيقيس حاجات كتيره جدا, بيقيس امبارح على العشاء مين اللي مركز ومين اللي مش مركز, مين قاعد مع مين, مين بيديله ثقه تاني. ممكن الكابتن شوقي على فكره من المدربين اللي بيفاجئوا الناس, يعني دايما يفاجئ الناس بتشكيل او هو بيحب كده شخصيا بيحب كده. فممكن النهارده تلاقي ابراهيم عبد الخالق في المباراه موجود. ممكن يعني ده اللي انا متوقع. يعني خلينا نروح تقرير كده في او مع دخول المتفرجين للمدربات اخيرا بعد فتره كبيره جدا. خلينا نشوف مع بعض يعني بسرعه كانت نرجع الناس لايام الجماهير تاني. نشوف مع بعض التقرير ونرجع نكمل كلامنا. تونس اختبار للجمهور والمنتخب معا. سيكون الجمهور على موعد مع اختبار صعب وهام الليلة أمام تونس لا يقل في أهميته وخطورته عن مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام نصور قرطاج, وضرورة تحقيق الفوز بها للحفاظ على نسب وفرص المنافسة على بطاقتي المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية. قرار محمد إبراهيم وزير الداخلية بالموافقة على حضور 15,000 مشجع تزيد إلى 20,000 فرصة حقيقية وقائمة للتغلب على حالة الجمود الجماهيرية التي عشناها سويا على مدار شهور طويلة. التزاحم الكبير للجماهير أمام مقر اتحاد الكرة للحصول على التذاكر وما جرى على مدار اليوم هناك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اشتياق الجميع للمدرجات وعودة الهتافات وتلاحم الأغاني والدخلات في حب مصر والعودة من جديد إلى مظاهر التشجيع المثالي والمؤازرة الحقيقية الصادقة بعيدا عن صنوف الخروج عن المألوف وأنواع التخريب والتأليب. مساعي لجنة الأندية وممثلي الهيئات الحكومية والرياضية المختلفة في مصر لعودة الجماهير مع بداية الموسم المقبل أمر يستحق التضحية, فها هو السوبر المحلي على الأبواب بين الأهلي والزمالك, وها هي المطالب تتزايد لإقامته بحضور جماهيري مناسب, واتحاد الكرة والأندية والمسؤولون يطالبون بموسم قوي يحظى بكل عناصره, وغيرها من المطالب والنداءات لن تجد الرد أو الجواب المناسب إلا بالالتزام. اختبار المدرجات مهم جدا النهارده, اختبار الجماهير مهم جدا النهارده. مش عايزين نخلي بقى الدنيا تبتدي ترجع تاني, يا ريت عايزين نشوف الدوري بقى كمان بتاع بالمشجعين. شايف ان هيعدي ان شاء الله باذن الله, ان شاء الله شايف الناس اللي داخله الحمد لله ربنا كل معظمهم عائلات وده مطمن الواحد. الواحد لما بيشوف العيله يعني الطفل والواحده والراجل بيشوف كل عناصر الاسره موجوده بيطمن, غير لما يكون في شباب موجودين يعني مفيش حاجه فبتبقى الموضوع مقلق يعني. لكن ان شاء الله رب العالمين يعدي الخير. الامن بس هو المفروض الشباب يعني هو بالعكس الشباب هو شكله ملتزم جدا جدا نفسنا دي مفيش فيها زعل يا جماعه. دي بص ناس عادي خالص متقبله جدا موضوع البطاقه ده جديد بس عندنا بس معلش يعني احنا مرحله وهتعدي النهارده بس عايزين نشجع الداخليه يعني انت عارف هو بيديك اختبار ويقول لك هتفرج هشوف هقدر النهارده سيطر ولا مش هقدر اسيطر, هل هيبقى في ناس مدسوسه في النص كده بيعملوا حاجات. فالنهارده بيقيس برضه المتر اللي ممكن ماتش السوبر يشجع الناس ويبقى فيه ان شاء الله. طيب خلينا نروح لمنتخب تونس. عبد الظاهر يعني المدير الفني للمنتخب هو بلجيكي, كان هو المدرب على فكره, هم لاعبنا بلجيكا المدرب ده ليكرز. هو بيقول انا جاي مصر للفوز والحضور للفوز ولا شيء غيره. شايف دي تصريحات اللي هي يعني تبقى اكيد طبعا لازم ولا بيبقى هو فعلا جاي يكسب الماتش النهارده وجاي يلعب على المكسب؟ لا ما حدش يقول ان هو جاي يكسب خالص تماما يعني هو اول حاجه بيعملها التعادل عنده لانه عارف ان هو بيلعب منتخب مصر اللي هو لو خد التعادل اكنه بطعم الفوز بالظبط لانه هيبقى عنده 4 بونت هيبقى زي هيستنى السنغال وبتسوانا لو تعادلوا او السنغال حتى كسب الضمن ان هو بقى تاني هو بقى عنده الوقت الماتش ده ماتشين ب6 بونت النهارده بقى عنده منافس خلاص لو لا قدر الله هيبقى ضمن ان مصر خلاص وصلت لمرحله بقت الاخيره هو مش همه بتسوانا هو همه مصر مصر اللي هتنافسه على الثاني او الاولاني فهو بقى اصبح خلاص زي ما بيقولوا كده ب6 بونت الماتش ده
النهارده لو ان شاء الله رب العالمين مصر تكسب خلاص رجعت لوضعها الطبيعي بقى كله عنده 3 بونت نستنى ماتش حتى لو السنغال فازت خلاص هي السنغال طلعت فوق خلاص لكن انا لسه لي امل على الثاني بقى العب على الثاني فانا كسبان اول مرحله من تونس طبعا هنلعب على الماتش اللي هناك لكن طبعا ما فيش حاجه انت قلت جت صور قلت لي اللعيبه كتيره في الملعب شويه كان منظر اللعيبه كتير شايف كتير كان ما كانش قبل ماتش زي ممكن يبقى يقل شويه طبعا يعني كان المفروض حتى لو انا رحت ماتش السنغال كده وانا راجع لازم مرحله التركيز حازم يعني ما حدش يقنعني ان في النهارده 11 بيلعبوا وفي 7 بره وفي 9 بره للكوره كتير يعني في 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 عرف الكوره كتير يعني مش كتير ان هم وحشين يعني كتير ده التركيز. قبل ماتش مهم زي ده طبعا عايز... التركيز انا النهارده لما بشتغل على 17 واحد 18 لعيب غير ما يشتغل على 27 حتى بخلي الجهاز الفني عندي مشغول مع ناس تانية حتى مش مركز في التشكيل بتاعي فده طبعا ما كناش نحبزه لكن الروح حلوه يعني حتى الناس الكبار الروح حلوه يعني الموضوع الروح وروح اللعيبه مع بعض الحمد لله ما سمعناش واحد خارج عن النص في حاجات بسيطه جدا ما تذكرش يعني مفيش معلمين برضو في الفرقه يعني لسه صغيرين معظمهم المعلمين يعني. حتى ما بيلعبوش يعني مفيش حد برضو لعب مشكله يعني بالظبط كده فعشان كده ممكن رتم المعسكر بيدي يعني بيدي انطباع للكابتن شوقي انه يستمر كده لو كان حد عمل مشاكل كان خد قرار لكن هو حاسس ان هو الموضوع حلو فطبعا لكن روح كويس الناس كلها عايزه تبقى موجوده لكن حتى لما تقول لي الافضل والاحسن والتركيز اعلى طبعا يكون 23 احسن حاجه طبعا بنتكلم دايما على المحترفين في كل البلاد الافريقيه اللي بنيجي نلعبها احنا محترفين بقينا عندنا فرقه فيها محترفين كتير يعني يمكن من الحمد لله من اكتر الاجيال اللي فيها دلوقتي محترفين البرتغال يمكن واخده الجانب الاقوى مننا يعني لكن انت شايف ده مؤثر على المنتخب او هيؤثر على المنتخب او لن يؤثر على المنتخب شايفه ازاي يعني طبعا يعني حازم لو احنا عندنا المحترفين دول من 3 سنين ما كانش منتخبنا وقع يعني احنا النهارده الوقت المحترف ده بيلعب هناك ومستمر بيحتك وبيلعب تمام والنهارده عندك المحليين ما فيش دوري انت ممكن تلعب بالمحترفين في تصفيات كاس العالم اللي احنا طلعنا منها فده طبعا خطوة إيجابية جدا يعني لكن احنا في سنة أولى احتراف برضو كل المحترفين اللي عندنا لسه سنة يعني أولى احتراف يعني بعد 3 سنين نستنى عليهم 3 سنين لا مش 3 سنين 3 سنين دي كتير قوي تكون خلاص لا احنا عايزين كمان إن شاء الله السنة الجاية يكون عندنا حجازي في إيطاليا عندنا الناس في محمد صلاح إن شاء الله يكون ثبت نفسه ووصل إن هو يلعب يبقى مؤثر في تشيلسي لو هو مصلحته أو هو ما بيلعبش في تشيلسي لازم يشوف نادي تاني بسرعة لازم يشوف نادي تاني بسرعة لأنه واضح جدا على محمد صلاح في الملعب عدم لعبه حتى لو هو بيلعب في أحسن فرقة في العالم انت عارف لعيب الكرة يعني عامل زي السمك طول ما هو في الملعب لازم يلعب فطبعا عندنا كهرباء عندنا مجموعة كبيرة جدا في البرتغال شيكابالا لازم ياخد قرار النهاردة شيكابالا بيقل مش بيزيد شيكابالا لازم يلعب حتى لو هو راح اي نادي في الدنيا بس لازم يلعب لازم يعرض نفسه حتى لو اعارة يعني انا كلعيب مش واخد فرصته خلاص في نادي كبير اروح اعارة سنة أبين نفسي للنادي ده وارجع تاني ألعب لكن لازم يلعبوا معظم المحترفين بتوعنا ما بيلعبوش اللي كان فرق معانا ما كنا محترفين كنا احنا بنلعب كنا مؤثرين في فرقتنا عشان كده كنا مؤثرين في المنتخب غزال يمكن من اللعيبه برضو اللي ما يعرفوا ما حدش عارف في مصر خالص فجأة احترف وتك تك بقى يلعب أساسي دلوقتي رأيك فيه انت بالنسبة اللي بيلعب في مكانك يعني غزال من اللعيبه المجتهده جدا اللعيبه المركزه يعني وهادي وشغال مع نفسه يعني محدش حاسس بيه في مصر خالص وسافر مع نفسه شغال مع نفسه اكتر من زمايله يعني انا عايزه يطلع من الحته دي انت خلاص ثبتت نفسك لازم تبقى قائد لان واضح ان في المكان ده احسن واحد في الحته دي حاليا يعني يلعب في منتخب مصر هو غزال هو اللي مستوى ثابت بره هو اللي بنسمع انه جاي له فرق تانية فعلا لعب ماتشات كويسه غلطاته اي نعم غلط في ماتش بس ده طبعا مش نهايه المطاف لكن هو لعيب كويس بس لازم يركز بقى مع الفرقه لازم يدخل في ان هو راجل ليدر بره في الفريق لازم ان هو اخر واحد شايف فلازم هو اللي يتكلم الخريطه بتتغير وهو لازم يوضع اسمه انت شايف هيحصل ده معاه ولا ما عندناش غير حجازي وغزال الاثنين حاليا دلوقتي اللي في مصر الاثنين اللي هم اللي احنا بنقول عليهم نهدوا منتخب مصر في المرحله الجايه بس الاثنين دول لازم يلعبوا مع بعض كتير ولازم يلعبوا في فرقتهم كمان يعني لازم حجازي يلعب ولازم غزال يستمر على اللي هو فيه ده فانا شايف الاثنين دول لو استمروا يعني لازم حجازي يفضل سنتين ثلاثه مثلا ربنا يبعد عنه الاصابه ويلعب وحظه وحش قوي جدا وكمان حجازي اللي مؤثر عليه
تركيبة جسمه حجازي يعني مش زي أي حد ممكن يرجع من الإصابة يلعب على طول، لازم بيبقى عايز يلعب فترات طويلة. يعني مثلا حجازي ما تحكمش عليه ماتش في 2-3، حجازي تحكم عليه بعد 5 ماتش مباريات، ياخد لياقة المباريات. هو قلبه قوي جدا، راجل بيلعب بدماغه كويس وكورته كويسة في الأرض، فهو عايز يلعب كتير. بس هي دي مشكلة حجازي فالوقت. بس انت شايف انه ما يلعبش النهاردة صعب يعني، صعب جدا يعني، صعب ان هو يلعب النهاردة. اللي خد خلاص يعني، اللي خد لو اللي خد ده مثلا مش كويس برضه ياخد تاني. وانت اللي خد ما خد بس حصلت مشاكل مثلا، بغض النظر شو كلام على شاوية او اوكا او غزال، بكلم عامه يعني كوجهة نظر، اللعب وحش ماتش يلعب تاني عشان هيتعلم الماتش الاولاني، ولا اللي قاعد مثلا بيتمرن كويس على الاقل يلعب. ممكن ما يغلطش الغلطه دي يعني على الاقل خالص، يعني ما تيجي تغلط وفي نفس الغلط تغلط فيه تاني، لا ده انت غبي قوي يعني ده فعلا وحش جدا تمام. لكن حجاز النهارده عشان تلعبه، اولا حجاز ما بيلعبش 3-5-2 يعني ما بيلعبش، ما بيعرفش يمسك يعني ايه في واحد يعني مثلا ما كنا نلعب مدحت عبد الهادي ده راجل لو شفته في الشارع تقول عليه ستوبان ستايله كده يمسك حد بشريط تبعي احسن واحد في الدنيا يعني مدحت الستايل ده بيعرف يلعب 3-5-2. حجازي لما هنا في حتى في المنتخب الاولمبي ولما راح ايطاليا بيلعب 4 ما بيلعبش 5، ما يعرفش يجري ورا الفراوده، ما عندوش الصبر خلاص، ما عادش عنده الصبر على الفرود. في حاجه عندنا في الدفاع اسمها الصبر على الفرود، ان هو دايما بيدي الحق وانا بدي الرياكشن. بس هم العالم دلوقتي بيلعب 3 في الفرق كتير بتاعت 3 مش بنفس الستايل بتاع زمان بتاعنا اللي هو بتجي وراه في كل حته ده اللي هو بيلعب في المكان يعني، زي عشان كده هو حصل المشكله عندنا ان هو بيلعبوا في المكان يعني عايز انسجام يعني غير رهيب. شمال انت بتقول عليه باك يمين واحد في النص، انت بتقول عليه بقى اللي هو زي زمان تقعد تجري تعمل الحاجات دي. اللي انت بتقول عليه ده عايز كلام 24 ساعه مع بعض الثلاثة دول، عاوز ان احنا نبقى منسجمين، عارف بالعين بسلم الفرود. انت عارف يعني ايه بالعين؟ يعني انا ببص لحازم خلاص هو خد وانا غطيت. ده وصلنا المرحله دي. اللعبه دي شوي. اللعبه دي عايزه كده. مشادي كان بيلعبها في النادي الاهلي والجمعه، وكان بيلعب معاهم ستوبر تاني مع احمد السيد. حتى احمد كان نقول عليه باك ليفت، هو ستوبر كان بيغطي ورا الناس الباك ليفت. عشان كده كانوا بيعملوها بالعين. ليه؟ عشان خلاص اتعود خلاص. لكن اول ما نلعب ما ينفعش، اول ماتش ما ينفعش ان احنا نسلم بعض بالعين او نسلم بعض بالكلام. النهارده عبد الظاهر دايما في اي ماتش بيبقى ليك سيناريوهات، هتبتدي الماتش ازاي، بعد شويه تبقى عامل ازاي. يعني فاكر انت يقول لك اول بس هنضغط شويه وبعدين نريح. انت شايف النهارده الكابتن شوقي هيدير ازاي؟ يعني هيبتدي يعمل ماتش ضاغط من اول ماتش ولا هيتعب ولا يستنى؟ شايف ازاي المباراه، انتظار ازاي فنيا؟ كابتن شوقي عنده سلاحين مهمين جدا لازم يلعب عليهم، الملعب والجمهور. ده اي حد، وايه الفرق بين ان انت بتلعب بره وبين جوه؟ فهو ده السلاحين دول. السلاحين دول لازم يستغلوهم في اول ربع ساعه، هم دول السلاحين اللي هو بتلعب كوره ورا وتتلعب طويله وبتحط الناس ضغط معاها. اول ربع ساعه لازم هم يردوا فعل. لازم انت ممكن تجيب جون فيها، وجي فينا جوان في غانا بسبب اللعبه دي بس. حطوها لك في نص ملعبك وضغطوا عليك وعملوا لعبتين حطوا فينا جونين. بنبص لقينا في اول ربع ساعه عايزين نعوض بجونين. فدي لازم نستغلها. لو ما استغلتهاش النهارده، والنهارده من اول 5 دقايق لقيتك بتلعب ايوه كده، هات لنا اللقطات دي. يعني احنا عايزين اللقطات دي، عايزين البطوله حلوه، البطوله يعني. وعايزين ده بتدي ثقه للناس وبتفرح الناس وتفرح حتى اللعيبه. يعني النهارده دايما ما اتفرجش على الاخفاقات، دايما اتفرج قبل المباريات على الانتصارات عشان احط دايما احط ابقى ايجابي عقليا ايجابيا. فعشان كده عايزين نتفرج على الحاجات دي، وان شاء الله رب العالمين يبقى النهارده زي اليوم ده. في ناس بيقول لك احنا خدنا 3 سنين ورا بعض البطوله وبقى لنا سنتين برضه هنطلع والثالثه نطلع بره البطوله، متشائم زي الناس دي ولا شايف ازاي؟ لا 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 لا، احنا السنتين اللي فاتوا ما كانش عندنا مجموعه من اللعيبه اللي زي هنا. يعني السنتين اللي فاتوا ما كانش موجود في كل مركز 2. 4 سنين بقى يعني احنا بقى لنا بطولتين ما دخلناش في 4 سنين، فاحنا ما كانش عندك الكميه ده. يعني تردلي ساب لنا مجموعه برضو، يعني ما طلعنا بس سابنا محمد صلاح وطلع ناس، طلع ناس بقت موجوده الوقت لعبوا زي برادلي. مش برادلي تردلي ده 2009 تردلي ده ايامك من زمان قوي برادلي فهمني. فان لا انت النهارده
27 لعيب وممكن اي لعيب في اللي طلعوا دول ممكن يلعبوا. يعني النهارده لو شيكابالا في وقت ممكن يلعب، حمود ممكن يلعب، محمد صلاح ممكن يلعب، في عمرو جمال وخالد قمر، في حتى العجيزي كمان موجود، في نص الملعب النهارده في اتنين بيلعبوا غير الاثنين اللي لعبوا خالص، في حسن عبد ربه والنني. في حسني ما بقاش ليه، ما حدش يعني بيكتب ان حسني يلعب؟ هل شايف ان حسني خلاص برضو؟ لا هو حسني يعني ما قلتش اسمه في التشكيل، وما حدش بيكتب كلام على حسني كتير. مثلا الماتش اللي فات ما حدش كلام على حسني خالص، كله كلام على ان فتحي اللي يلعب باك شمال. اخر ايام يعني اخر الدوري اللي فات ده كان اللي ظاهرين الاهلي والزمالك، الاسماعيلي بطل من زمان ما بيلعبش ماتشات، لكن حسني في الدوري كان متالق، كان قائد الفريق ومؤثر جدا في فرقته، وحاطط وبيحط جوان وبيدافع ولعب في كذا مكان، وواضح في الاسماعيلي ان هو مؤثر جدا مش مع منتخب مصر. لكن في منتخب مصر اللي واضح للناس اخر، دايما الناس بتفتكر اخر لقطه ما بتفتكرش يعني. لكن هل فنيا هو مش فنيا جاهز، هو بدنيا مش جاهز. يعني لما تيجي النهارده، يعني احنا النهارده كام شهر حسني ما لعبش مباريات النهارده غير لعيب النادي الاهلي والزمالك، ممكن ده عشان كده يبقى عامل مهم. طبعا لكن وجوده في المعسكر، عشان كده الكابتن شوقي لعب في ماتش كينيا المباراه كامله، يعني عشان ياخد معدلات جري كتير، لانه نص الملعب بالذات حازم ما يقدرش ان هو يلعب على الواقف، ده هو مطلوب منه دفاعيا واكتر واحد بيجري. وحسني كمان مش من النوع اللي هو بيقف، ده حسني بيشوط ويهدف وساعات بيرجع يدافع ويلعب ليبرو. هو ده كان مستو بيكمل الهجمه، بيلعب زي ما بيقولوا من صندوق للصندوق. لكن حسني لو في لياقته يعني رقم واحد، يعني لو حسني في لياقته ومباريات والدوري شغال وفي ماتشات وديه للمنتخب يلعب رقم واحد. يعني حسني عشان كده في الماتشات الوديه النني وحسني اللي كان بيلعبوا الاثنين، يعني انا يعني النني وحسني اللي لعبوا كل الماتشات الوديه اللي هي جامايكا وتشيلي مع كاب شو، هم اللي لعبوا عشان كده. لكن شو مؤثر جدا طبعا، حسني مؤثر جدا طبعا. مركز انت في الماتش؟ مركز على فكره. كسبت 4-1 والله اول ماتش قلقان جدا، يعني كلنا قلقانين، ازاي فرصه قلقان جدا يعني. لا قدر الله لو الماتش النهارده مش حلو هتقعد بقى لسه بعيد، يعني هتقعد بقى تحاسب وتحسب مين هيلعب مين وفين والكلام الكبير ده. كاميرون كسبت غريبه جدا يعني، كاميرون وحشه جدا في كاس العالم، سيئه جدا تكسب 4 سهل، وكونو كمان يعني كونو السودان يمكن النتيجه يعني عشان تخسر ملعبها هيبقى ممكن تخسر، لكن الكاميرون تكسب كونو ده كان سيء، كانت يعني بصراحه مثلا سيء لافريقيا في كاس العالم تكسب 4 غريبه جدا. غريبه طبعا انه بتلعب على ملعبها مش عارف، بس 4 كتير على كودوفار يعني. كودوفار واسماء اوروبا وتوجو وغانا 1-1، وكان غانا يمكن جابت جون بينالتي وتعدت مع اوغندا، برضه من الحاجات اللي برضه مفاجات. توجو وغانا بتلعب دلوقتي مع بعض 1-1 حتى الان، وغينيا بتلعب مع اوغندا. جميع صعبه انك يعني مش عارف مين اول ومين تاني، لكن خلاص الكاميرون اكيد حسمت 4 كتير قوي على ساحل العاج. ساحل العاج هتبقى مع سيراليون في المركز الثاني، يعني كلام كتير نتمنى ان شاء الله. ده مع اوغندا، غانا واوغندا 1-1، وغانا برضو كانت من الفرق اللي ادت شكل كويس في كاس العالم، انها تتعادل مع اوغندا غريبه جدا على ملعب غانا، ودي برضو مفاجاه انك تلعب على ملعب غانا تبقى خسرانه 1-0 وايوب يجيب هدف التعادل. ايوه نقذهم كمان في الدقيقه، يعني في اخر دقيقه هو اللي نقذهم. افريقيا مختلفه عن اوروبا، يعني في اوروبا ثوابت ما بتتغيرش، ايطاليا كاس توصل حتى لو هتعمل وحش، بس ايطاليا المانيا اسبانيا يعني حاجات اللي هي ثوابت. احنا عندنا في افريقيا ما فيش ثوابت، احنا يعني مصر تاخد 3 بطولات وبطولتين بره ما بتخشش حتى، الجزائر تبعد كتير قوي بتظهر فجاه، تونس على في شمال افريقيا لهم خريطه بعد ما كان دول افريقيا لهم خريطه يعني الكاميرون وكوتوفار والسودان كل دول بيركزوا في كاس العالم، يعني اللعيبه دي محترفه فعايزه تركز في كاس العالم اكتر في كاس افريقيا، عشان كده احنا العكس دايما مركزين في كاس افريقيا وبنخسر كاس العالم، يعني بنخسر تصفيات كاس العالم. ليه؟ لان دول عارفين قيمه كاس العالم، عارفين قد ايه لما يلعب مع الكبار، قد ايه لما يعرض بضاعته، عشان كده تلاقي اللعيبه ملتزمه جدا هناك وعايزه تروح منتخب بلدها. في بطوله افريقيا في كتير قوي ناس بتعتذر، يعني حتى لو هو جاي مبقاش في تركيزه، يعني هلعب بطوله افريقيا هلعب مع مين؟ يعني هلعب مع مصر وتونس والسنغال، ده حته محدوده
تمام. لكن في تصفيات كاس العالم لا، بيبقى جاي مركز، بيبقى جاي عايز يوصل كاس العالم، لان هو هيبقى متشاف هناك، ممكن يروح فرقه احسن من اللي هو فيه. عشان كده مركزين جدا. يمكن نتائج في دلوقتي بيلعب مين يا ياسر؟ قلت لي دلوقتي حد 1-1، موزمبيق 1 والنيجر. موزمبيق والنيجر دي المجموعه الاولى، زامبيا وموزمبيق والنيجر وكاب فيرد الراس الاخضر. موزمبيق والنيجر 1-1، وكانت النيجر خسرت من الكاب فيردي 3-1 المباراه الاولى، وزامبيا تعادلت مع موزمبيق 0-0. عايز اقول لكم المجاميع برضو بسرعه كده عشان تبقوا عارفين معانا. المجموعه الاولى السودان وجنوب افريقيا، نيجيريا والكونغو. زي ما شفتوا جنوب افريقيا كسبت المباراه الاولى، والسودان النهارده بتلعب الماتش الثاني، بتخسر من الكونغو للمباراه الثانيه على التوالي. والكونغو كده يبقى عندها 6 نقط. كونغو عملت مفاجاه وكسبت نيجيريا 3-2. تمام، ماتش صعب. نيجيريا برضو من الفرق، نيجيريا دي كانت برضو كانت مفاجاه كبيره جدا. عشان كده بقول لكم دايما افريقيا ملهاش كبير، واي فرقه ممكن في ثانيه تقع. يعني دلوقتي سهل العكس، وقع باربع اهداف. على فكره بوتسوانا كانت هتتعادل، كانت هتكسب تونس كمان في تونس، فملهاش اي مقياس. الاستاذ اللي طلع بايديه ده خلص خلص المباراه، كان ريحنا احنا الماتش ده شويه. اكيد طبعا كنت دخلت المباراه وانت ليك برضه حلو، لا مغلوب لا هو متعادل. هيبقى هو عنده ستريس اكتر منك وانت بتلعب في ملعبك. زهره نورتنا، الله يخليك. وان شاء الله احنا يعني نتمنى ان شاء الله احنا قادرين على الفرق، لكن عندنا امل كبير في ربنا طبعا سبحانه وتعالى، وامل في كابتن شوقي وفي اللاعبين. عندك هذا الامل واضح عليك ان شاء الله. رب العالمين يكون يوم النهارده يوم خير على كل المصريين. هنكسب كام النهارده؟ يفرحنا. انا عايز جون يعني. مين؟ انا توقعاتك مين؟ انا ان شاء الله يكون عمرو جمال. ان شاء الله يكون برضو معودنا ان هو راجل هداف. صلاح يبقى كويس النهارده ان شاء الله. نتمنى ذلك ان شاء الله. صلاح واضح ان هو مؤثر جدا في منتخب مصر. حازم صلاح لما بيكون كويس، يعني صلاح لو موفق في الكورتين اللي جابهم ما كانش عندنا اي مشكله خالص النهارده، لكن واضح ان شاء الله يكون موفق النهارده ومركز احسن ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن عبد الظاهر السقب. اشكركم اعزائي المشاهدين، اشكر مخرجنا ياسر عاصم، نجم محمد دمداش، رئيس التحرير وليد السلامه، محمد جابر، محمود، الناس كلها طبعا، الدهشوري ايمن، والناس كلها زمايلنا الاحباء وساره، بشكركم شكرا جزيلا. عندنا ناس كتير طبعا مهيب من استاد القاهره، بنشكر شكرا جزيلا. كان وقت برنامجنا خلص، هيبقى معانا اكيد بكره طبعا كل لقطات هذه المباراه ان شاء الله هتكون معانا بكره في الملاعب اليوم وفي الكوره مع الحياه يوم الجمعه القادم ان شاء الله. بشكركم اعزائي المشاهدين، ونشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله في نفس الميعاد.